سعد الله اوقاتكم وبكل خير مشاهدين متابعين شاشه الكويت الرياضيه. سعداء جدا بالتواصل معاكم عبر هذه الشاشه من خلال برنامجكم بين الشوطين. اليوم راح تكون عندنا العديد من القضايا والعديد من المواضيع. انتهاء المهله الاسيويه المعطاه للكويت، ورسميا بكل الم وبكل اسف وبكل ازعاج نقولها، منزعجين بالفعل ان ازرقنا لن يشارك في القرعه الخاصه بتصفيات كاس اسيا. الجمهور العرباوي راح تكون له وقفه معانا، خصوصا بعد خساره اليوم في اولى لقاءاته في كاس سمو امير البلاد. وقد لك لفريق كاظمه وللفرق اللي حققت انتصارات، وهارد لك للفرق اللي ما حققت انتصارات. كل هذا واكثر خلال الساعه ونص القادمه بصحبه اللي منورينا ومشرفينا، بدايه مع الكابتن الكبير محمد كرم. ابرك ساعات يا ابو علي. مساء عليك ومساء على المشاهدين الكرام. ساعه المباركه يا حبيبي. ايضا رحب بالعزيز والغالي جابر زنكي. حيا الله ابو علي. الله يحييك اخوي نادر، ارحب فيك وارحب بالربع الموجودين المشاهدين الكرام. ابرك الساعات. والكابتن الكبير ايضا نقول له قلت لك اليوم كابتن محمد الدهليز. حيا الله ابو احمد. قلت لك يا حبيبي. الله يصبحك بالخير يا ابو طلال، صب على اخوان الحضور وعلى الساده المشاهدين. والله يبارك فيك يا طول لي عمرك. زعلان انت اليوم. لا انا مشتي زعتر اليوم. وكيف قاعد؟ لا محايد مقدم محايد. سلام عليك يا ابو علي. سلام عليك. بس حق مدريد دافع عنه. كفو. صح. ارحب فيك يا ملكي. شكرا. يا زيداني. بس بارك لي اول شيء. مبروك. مشكور. مبروك اليوم العريس انا. شوف مبروك فوز كاظمه المستحق. تألق. وبجداره. تألق. وبتألق. تألق كاظمه ايامنا نقول. وايام اللي سبقتنا صراحه متعه. وهارد لك على سوء ظنك في مدربكم. لا يبقى الانتقاد يمكن يا بالايجابيه. صح صح. الحمد لله. وطبعا احنا لما ننتقد ان شاء الله ننتقد الايجاب. والحمد لله ان شاء الله تصححت الاخطاء. لا يا وقت التقرير بنحكي وياك. ان شاء الله. الشانس هذا المشنص. المشنص اخرته بموت شهيد. تصدق بموت شهيد. شنو 40 مباراه دون هزيمه، ومن ضمن ال 40 32 مباراه بالدقيقه 90 مقولين. كمل المباراه. اول شيء جزاك الله بالخير. زين الله جاملي. شلونك ابو خالد؟ بعد عمره حبيبي. مبروك ايمن. شكرا شكرا. ابو علي متضايق عسى ما شر. اكيد متضايق. السلام مالك خير. الابتسامه ضايعه. عزيز. حيا الله جاملي. الله يحييك. ساعه مبارك حبيبي. رحب فيك ورحب بالاخوان الموجودين واخواننا المشاهدين. اورك ساعات يا ابو خالد. نرحب بالانيق دائما والجميل اللي وحشني مره. هلا وغلا احمد جاسم. حيا الله. الله يحييك. مسي على الكباتن وعلى المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه طيبه نتداول فيها بعض الامور اللي مرفزين العرباويه. خل اخر محور عربي تكبر. والله اللي بيسخن الحلقه اخونا حسين جوهر. ابو جوهر انا سعيد فيك وتواصلك الدائم. ابو جوهر شوف جاي للكظماويه ادعو. يقول في مكافآت حق لاعبين كاظمه بعد الفوز ولا بس قدام القادسيه؟ لا القادسيه يعني هو غيره. انا اقول لك واضح ابو جوهر قصده واضح. انتوا لو فزتوا على القادسيه توزعون مكافآت على لاعبيكم. لو فزتوا على العربي في غير صحيح. لا تسوون زين. صحيح. خوش قرار هذا مع القادسيه. غير صحيح. غير صحيح. شنو غير صحيح؟ التوزيع على حسب المباراة، ما نخص لا نادي ولا آخر. بس هذا واقع، مو تتوزعون مكافآت. لا يمكن يطلع بالإعلام ويصير فيها تشهير، لكن المكافآت على نظام معمول فيه. كنا نظامنا احنا غير، يختلف عن النظام الموجودين في الإخوان في الجهاز الإداري. أنا ما أعلم فيه. أنت ما تعلم فيه؟ في عندي شوي بس. أنت قاعد تساسلني ولا قاعد تخاطبني؟ بحاكيك. بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عبد الله العواضي يمكن وايد ما لحقوا على عبد الله لاعب القادسيه قبل ايام ايام اسود وابيض. وشافيه رب العالمين. اي والله الله شافيه. سوى عمليه يوم الاحد. يوم الاحد عمليته، فنرجو الدعاء له. وهذا لاعب يعني نجم من نجوم نادي القادسيه ومنتخب الكويت. نتمنى له الشفاء العاجل. الشفاء العاجل للعم عبد الله العوضي، نجم من نجوم كره القدم الكويتيه في الزمن الجميل والرائع سابقا مع نادي القادسيه ومنتخبنا الوطني. عمليه ان شاء الله متى راح تكون؟ يوم الاحد. يوم الاحد. نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. ندعو له ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كمان نتمنى الشفاء العاجل للكابتن ايضا الكبير صباح عبد الله، نجم النادي العربي ونجم منتخبنا الوطني. ونتحمد الله بالسلامه ونشكره على عطاياه. ان اشفى الشيخ طلال حسب هذه الاخبار المفرحه اللي وصلتنا، ان اليوم الحمد لله طلع من العنايه الفائقه، العنايه المركزه، الى غرفه في الجناح الشيخ طلال الفهد. فنتحمد له بالسلامه واجر وعافيه ابو مشعل. وان شاء الله يا رب العالمين ان الشر زال. نقول امين يا رب العالمين. انزين
علشان الحكي اليوم في اكثر من شخص. انا دائما يا كباتن دائما يا شباب انا دائما هذا اقول ما هو حجه اللي ما بيحكي، لكن انا دائما اقول هذا الكلام، ما بيستورد اي شيء سلبي يقال في هذا الموقع او في ذاك الموقع. انت يا كابتن تشوف في جمال مبارك قال شيء ما يازك ممكن انت عاطى فيه، شيء زين قال احمد جاسم تبي نثني عليه نقوله، لكن والله يك واحد يهرب من هالصوب ولا يخربط من الصوب الثاني وتبني احنا هني نحكي عنه لا نعطيه اكبر من حجمه. اعتقد الرساله واضحه وواصله للي اعنيه. بس اللي انا بقوله شغله واحده، وهو او غيره اللي من يتعدى على الرياضيين الكويتيين او غير من ذلك، ترى وانا اخوكم، احنا السبب، احنا اللي نعطي اللي مثل هؤلاء الذريعه انهم يتجسرون علينا. لان نفس الشخص اللي بيسوي اكشن دائما، نفس الشخص قبل اسبوعين تهكم على الرياضه الكويتيه ملاعبها، على الرياضه الكويتيه، وقال ان مشاكلكم شيء يفشل وعلى ضحك وباستهزاء. وللاسف في بعض الخدمات الاخباريه طارت في الموضوع وكفوا عليك والله انك والله بيض الله وجهك واستانسوا على كلامه واستحسنوا. الريال خذت العزه وبدا يتجاسر من بعد الرياضه الكويتيه، راح حق رموز الرياضه الكويتيه وقام يخبط يمين ويسار. هذا اللي اتمناه، هالنوعيه لا نعطيها اكبر من قدرها، هذا الموضوع لا نعطيه اكبر من حجمه. وان كنا مستائين من اي شيء قال، المفروض نحط صبعنا في عينه من الاساس. احنا اللي استحسننا كلامه يوم تجاسر على رياضتنا وقال تفشل وخلصونا وتتهاوشون. انا ما عندي مشكله ان اي اعلام يتعاطى موضوع القضيه الرياضيه الكويتيه او نتائج مبارياتنا، هذا حق وبالعكس شيء طيب، احنا اللي قاعد نتداول الاخبار الرياضيه ونقول ارائنا، ولا باس ايضا يتداولون مواضيعنا ويبدون ارائهم فيها، لكن من دون تهكم، من دون ازدراء، من دون غلط. انا عندي شخص هني قال زيدان مو لاعب، هذا رايه، البعض يمكن ما يستسيغه، لكن هذا راي، هذا ما شتم ما اساء، رايه ان زيدان مو لاعب، رايه. تختلف معاه حقك، تتفق معاه حقك، لكن تتعاطى مع قضيه ورياضه وطن ورياضه بلد، اي نعم مريضه، لكن بيننا كيفنا. محمد كرم ابو علي من الجيل الذهبي وعنده راي يحترم، البعض يقول رايك غلط منا وفيه صح، احنا نلوم بعضنا، لكن بالاخير انت قاول يا في ديوانيتنا بيننا وبين بعض كيفنا. لكن مثل ما البعض استحسن يوم ازدرى الرياضه الكويتيه وقال تفشل وصفقتوا له، انتم ما لكم حق تزعلون على اي كلمه يقولها. ليش؟ لانكم انتم ما وقفتوا عند حده يوم قال هذه الكلمه. انا وايد اسف للمشاهد اني اطلت في هذا الموضوع، مو اللي ما يستحق، لا الشخص نفسه ما يستحق نعطيه اكثر من هذا الموضوع. اتمنى حتى الربع اللي عندي ما بتعليق على هذا الموضوع، لان هذا الموضوع اتفه من انه ممكن نحكي عنه ولا يستحق. والاحترام والتقدير لكل الشخصيات الرياضيه الكويتيه حتى وان اختلفنا في ارائنا معاها، لها الحشيمه والاحترام والتقدير بلا شك. نقطع على السطر اليوم يا شباب، الاتحاد الآسيوي أقوله وأنا متأسف ومتألم، رسميا تم سحب اسم الكويت اللي هو أساسا لم يوضع، وتم وضع مكانه منتخب مكاو. ما شرحة المحبة، يعني الرئيس سلمان آل إبراهيم، يعني أخونا محمد بن همام الله يسعده وين ما يكون في برامجنا الرياضية، أبو علي أخوي أيضا أبو علي، والكباتن والله يهونون والمشاهدين الكرام، محمد بن همام حتى في برامجنا الرياضية ترى قلنا فيه ما قلنا، وكنا نشوف احنا على حق أنه ظلم الرياضة الكويتية، ظلم نادي القادسية، لكن الرجل في أزمة من أزمات الرياضة الكويتية المشابهة لهذا الأمر يا الكويت مرتين، واجتمع مع القيادات الرياضية والقيادات السياسية ومجلس الأمة، والرجل خدع على عاتقه أنه يوصل إلى صيغة توافق، وراح حتى الفيفا حتى يجد مخرج وقتها
مساعي حميدة منه. اليوم الشيخ سلمان الإبراهيم ولا أي شيء ممكن نقدر نقوله عشان نقدر نقولك شكرا إنك وقفت ويا بلدك الكويت. أنتوا متخاصمين الكويتيين، أنتوا اللي متوافقين الكويتيين، زين أنت دورك أيضا كرئيس اتحاد ومنه وفينا. محمد كرم، شوف يعني شيء حزب النفس أمانة اللي صار اليوم، خاصة من الاتحاد الأسيوي. إذا أنت لأشخاص، الأشخاص اللي وصلوك كويتيين، إذا بتجيبها من هالطريقة بتجيبها طريقة ثانية. الكويت شنو بالكويت بالنسبة لك أنت كخليجي ومنظومة مجلس التعاون؟ هذا اللي حزب النفس الموقف اللي خداه الشيخ سلمان. أول شيء يعني حتى الأمور اللي صارت اللي قبل لا يشيلون اسم الكويت، كان في توافق يعني بين الحكومة، اللي أنت تقولون في تدخل حكومي، صار توافق بين الحكومة ومجلس الأمة اللي هو يمثل الشعب، صار توافق إنه خلاص أعطونا مهلة لمدة شهرين إنه إن شاء الله تتعدل القوانين. وهذا أنت يعني، وبعدين اللي خلى يعني اللي خلى الواحد إن هذه مؤامرة على الكويت من الاتحاد الأسيوي، إن يعني تصير الأمور يعني كانت في جلسة لمجلس الأمة تاريخ 21 هذا عطوك مهلة ل 23، يعني مقتضين مجلس ما توافق اللي قافق بعدين أجلوا لمتى؟ ل 11 11 واحد جلسة مجلس متى؟ 10، يعني عطوك يوم واحد 10 يوم مجلس ما توافق على طول. يعني هذه مبين انه يعني تعلق، انت بتوقف الكويت، لا تستغفلون الناس بالوضع اللي قاعد يصير يعني. وبعدين في امور كثيره صارت يعني وقفوا يعني مثل ما قلت في دول ما لها شغل، مو 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 شقيقه تقولها صديقه، بتقول اذا بتعدها يعني انت مثل الشقيق. فموقفك كانوا في ناس وايد افضل منك، موقفهم افضل موقفك، تعطى فرصة وصار توافق بين مجلس الأمة والحكومة على أساس إنه نوصل لحل ونحط قوانين ترضي الجميع. لكن أنت ما أعطيتنا فرصة، يعني إحنا بغينا بس الفرصة. تقدر أنت تقول لي القرعة تاريخ 19 تاريخ غريب آخر شهر، أوكي القرعة تقدر يا أخي تحط ورقة بيضة تقطعها تقول والله اتفقتوا طبقتوا القوانين اللي تقولها سحبنا حطينا الكويت، ما طبقته البلوغ البيضة تمثل مكة وأحط مكة ومكانه. أنت ما أعطيت فرق، كنك قاصدنا يعني. هذا اللي حزب النفس أمانة. جمال، أنا مو مستغرب الصراحة من الاتحاد الآسيوي إنه يسوي بالكويت كذي، لأن لا شغلات مسويها ألعن من كذي بعد. يعني على سبيل المثال يوم وصلوا نادي القادسية ويا نادي الكويت قبل النهائي البطولة الآسيوية، نادي القادسية مسافر رايح ماليزيا بالطيارة، اللاعبين دروا الاتحاد الآسيوي شال القادسية والكويت، ونادي الكويت بعد كان واصل يوم وقفهم الاتحاد الآسيوي، ومنتخب الكويت أعطاهم فترة أكثر من 4 أشهر أو 5 شهور لهم مجال رجعوا نفسهم. فهذا يبين لك شو الاتحاد الآسيوي قاعد يتلاعب بشعر الكويتيين. قاصدنا أحمد البلوشي يسلم عليكم جميعا، يقول في خبر بعاد الكويت من دورة الخليج، ما هو صحة هذا الخبر؟ والله يا أخوي يعني نعم في خبر شيء صح، ان هو الاجتماع يوم الثلاثاء، والاخبار الصادره انه هو لوح ان الكويت اذا ما زالت موقوفه دوليا لن تدخل الى كاس الخليج. اللي انا مستغربه من الاخوان في الاتحاد الخليجي ايضا، يعني ما علي عند الله السعه، يعني الاتحاد الاسيوي يمكن اتفهم، يمكن اتفهم موضوع ان القرعه قريبه واعطاك مهله 3 مرات وانت ما حليت موضوعك او ما انحل موضوعك، لكن كأس الخليج القرعة شهر 9 الجاي إذا الله أعطانا عمر، والبطولة في دوحة الخير إن شاء الله في قطر شهر 12 الجاي، يعني سنة بعد. أنت ليش الحين قاعد تلوح بعد تلوح بموضوع استبعاد الكويت؟ أحمد جاسم مثل هذا الموضوع؟ والله صراحة شيء حزب الخاطر، خاصة بالمنظومة الخليجية، المنظومة الخليجية دائما تكون متكاتفة يعني في سلبياتها وإيجابياتها. حتى لو كانت عندنا سلبيات في الكويت الصراع الرياضي، المفروض المنظومة الخليجية تكون على الأقل مبادرة في حل الخلاف هذا ولا بالعوائق الموجودة في الكويت. لكن الموضوع اللي احنا لازم نكون فيه دقيقين جدا، ان الآن احنا في مفترق طرق، لابد ان يكون عندنا سياسة معينة ان نحل هذه المشكلة. لحد الآن احنا صار لنا برامج كثيرة وآراء كثيرة، نبي نقطع السطر ونبي حل، كان يمين ولا كان يسار،
انا اعتقد على اساس نطلع من هذه المعضله. ايمن الحسيني. شوف يعني انا اول شيء ما انا بنستعيل على الاخوان في المجلس الخليجي، انا اتوقع الغرار يوم الثلاثاء الموضوع الثلاثاء ان شاء الله يعني تغير الامور وممكن نقدر ناثر عليها. لكن انا مهم بالنسبه لي ان الكويت ما يدش مكسور. انا يهمني الكويت تبقى الكويت في كل ما يدار عليها، نبقى احنا مرفعين الراس مستعدين ان لما نشارك نشارك باسم الكويت. الكويت ايه الكويت، ما ننطر فلان يتوسط لنا ولا فلان، نبي احنا ندش بمكانتنا بقيمتنا الاجتماعيه كافراد كابطال اول شيء من ناحيه الكرويه، ان احنا اول فريق خليجي وصلنا كاس العالم كتاريخنا وكاشخاص. المشاكل اللي حصلت بالكويت وشلون تكاتب اهل الكويت، فانا برايي ان ندش احنا ما نبي ندش مكسورين. انا رايي هذا. انا في شغله ابو طلال ان الحين يعني اخوان الاعضاء مجلس الامه طبعا حتى موضوع استاذ الوزير طبعا ما تكلم في حق مشروع لهم وكل شيء، وحتى المفروض حتى الوزير يتقبل هالشيء وبالعكس ونعرف شنو حسن النيه اللي عندهم ويبون مصلحه الكويت. لكن انا اقول ان يعني اللي صار الاحداث اللي صارت بهاليومين من الاتحاد الاسيوي هذا يبين ان في مؤامره على الكويت. يعني انا اقول حتى الوزير الشيخ سلمان يعني لا ينظلم في موضوع في مؤامره على من برا على الكويت، لا ينظلم وهو بهالموضوع هذا. بس هذا ولا هم هذا طبعا هم يمكن بالعكس يمكن احنا يمكن حتى اذا يبوننا احنا كمجالنا الرياضي يبوننا باي استشاره اي شيء ان شاء الله ما نعطيهم الا الشيء الصح ان شاء الله. ابو احمد انا والله شوف كثر النقاش والحديث صحيح. الامور هذه صحيح. اعتقد كل الامور اللي قاعد تنقال الحين ما اعتقد انها يعني مجديه او نافعه للامر هذا. في اي مشكله في اي مجتمع حتى مشكله الدم في اطراف تكون محضر خير تجي تحل المشكله، هي كره اورقتين، هذا يبي يطبق هذه وهذا متمسك في الورقه هذه. محضر الصلح ما اعتقد ان محضر الخير، الجاهيات واجد، الناس اللي لها قدر عند الطرفين يقدرون يقربون وجهات النظر احسن من الامر اللي قاعد يصير اللي هو نحر اللاعبين او الاجيال اللي موجوده. اعتقد ان المحضر الخير ما نوجد في هالمشكله هذه، وبدال الكلام وكل واحد يزايد من طرفه محضر خير يجمع الأطراف على طاولة واحدة وتنتهي الأمور بكل سلاسة. حتى الدم عند الكرام يا أخي اعتذار ويقول لك أنا معطيك حقك خلاص توكل. يعطيك كلامك يا أبو أحمد. أبو علي عشان أسكر هذا الملف. والله أبو طلال شوف إحنا يمكن قاعد نتكلم نحاول أن نحمل الاتحاد الأسيوي نحاول نحمل الاتحاد الخليجي، هو القرار معروف يعني حتى الاتحاد الخليجي الحين منتخب الإمارات في منتخبات قاعد تشارك في كأس العالم. أي منتخب يلعب ويا منتخبنا راح يتوقف ولا يكمل المشوار اللي هو فيه، فهم يعني ما راح يجالسون بالامر هذا عشان. اسف انا ما قاطعت احد ولا بيقاطعك، بس اخاف ان الفكره مالتي وصلت غلط. انا ما اقصد مثلا على سبيل المثال اللي افترضته في اخواننا الاماراتيين اللي هم التقدير والتحيه ان يلعب المنتخب الاماراتي معي، لا انا اقصد انه مثل ما قال تقدير ابو احمد مساعي الخير من الاتحاد الخليجي من الاخوان في الاتحاد، مساعي خير. الامر ما هو عندهم مطلع، ثق بالله لو الامر 1% موجود عندهم هم راح يتنازلون، مو احنا اللي نتنازل. من عنده؟ لا عندهم الامر بيتهم، الاتحاد الاسيوي عنده الامر بيتهم. ليش مستعيل؟ على انه من الحين يوقفك في وقت عنده؟ زين ابو علي لو يجي الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي ويصير محضر صلح بين الطرفين ويقول لهم حطوا ليش ما اقول لكم شيء تنتهي المشكله كلها. هذا اللي نبي الحين. الرجال اليوم قاعد يتكلم قاطعنا، اسف وعلي كمل جزئيتك عشان بروح تقرير الساميه. لا انا اقول لك يعني والله تبي صدق نساني ابو علي نساك ابو علي والله. زين قبل اروح التقرير المستشار وين المستشار؟ والله المستشار اقرا التغريده بصوت عالي، اقرا تغريده ولا اقراها ما حول امويه ما يعرف يقرا. ها اقراها انت ابو طلال. اسال جابر الزنكي خلص معنا وايشه اعطوا الكاميرا. والله باكر عطني مجال لي باكر اقول نواشه من هذا شريف النواشه محترم القادسيه. عبالي حل لا خل بياخذونه والله ان شاء الله خلصنا؟ لا الحين باكر ان شاء الله. شو واقفين عليه؟ في موافقه مبدئيه؟ اي والله في موافقه مبدئيه من مجلس اداره القادسيه. كلمت محمد بن ايان وان شاء الله الامور طيبه. اعطوك فلوسك من اي لا بس ما قصري فبكره ان شاء الله على قولتهم الرتوش الاخيره ان شاء الله
ونتوفق ان شاء الله بالله. عسى الله يوفق اجمعين ان شاء الله. ويقول لكم اقوال كثر اللي قواله مع القادسيه. ما هو مو مقول ولا قول ما ادري والله بعت والله. لا لا شوف احنا متاكدين اذا ان شاء الله يعني شريف الوضع راح يختلف راح تشوفون لاعب ثاني. عسى الله يوفق الشباب. الامور اللي ما هي متوفره يعني ما كانت متوفره حق اللاعب هذا راح توفر عندنا وراح يشوف شيء ما شافه في نادي القادسيه. عسى الله يوفق الشباب ويوفق جميع انديتنا. واليوم انديتنا ايضا في المجموعه الثانيه من اغلى الكؤوس، ذره الكؤوس خاضت اولى لقاءاتها في هذه المجموعه. عبد الله الانصاري العزيز والغالي يلخص لنا في تقريره الجاي فوز السالميه المريح على فريق الفحيل. على الطريقه الاردنيه السالميه سجل انطلاقه مثاليه في المجموعه الثانيه ببطوله كاس سمو الامير. تفاصيل وأحداث اللقاء كانت في الجهراء عندما واجه السالمية الفحيحيل في استاد مبارك العيار. كولوبالي احتاج 7 دقائق فقط ليفتتح أهداف المباراة بتسديدة خدعت خالد الرشيدي. السالمية حاول الرد سريعا، عدي يمرر لفيصل العنزي والعارضة تقف بصف حسين كنكوني. السالمية يدرك جيدا بأن إذا ما انتهى الشوط الأول بتقدم الفحيحيل فإن المهمة ستكون أصعب في الشوط الثاني، لذلك كثف هجماته محاولا التسجيل. خطأ كنكوني بتسديد الكرة ليستغل الخطأ الأردني محمود زعترة ويعادل النتيجة للسماوي. وقبل الذهاب للاستراحة الرياح كاد أن يرمي فريقه بنيران صديقة. جاسم جعفر أراد أن يطلق صافرة بداية الشوط الثاني لكنه يتساءل أين حسين كنكوني الذي تأخر 4 دقائق قبل أن ينطلق الشوط بهجمة حمراء. عبدالله ماوي يسدد بجانب قائم الرشيدي. فيصل العنزي يمرر لعدي والصيفي يسدد في شباك كنكوني ليأتي بالتقدم لفريقه. الفحيحيل كلها تحسرت على ضياع هذه الفرصة من قدم الإبوار كوليبالي. عدي يحاول في منطقة الفحيحيل لتسجيل هدف يريح السماوي فيما تبقى من دقائق المباراة لكنه يضيع فرصتين بنفس الطريقة. لا مزيد من إهدار الفرص. الصيفي يمرر للمتألق زعترة ليأتي الأردني بثالث الأهداف. زعترة أراد أن يأخذ معه كرة الهاتريك في الظهور الأول له مع السماوي، فبعد هدفين بالقدمين اليمنى واليسرى اختتم برأسه أهداف السالمية. عبدالله الأنصاري لبرنامج بين الشوطين. عبدالله الأنصاري متعتنا يا أخي بالتقرير. تقرير يبي له شو يسمونه منسف. إيه يبي له منسف. هذا التقرير يبي له منسف. عموما قلت لك السالمية السلماوي بسواعد النشامة يعبر الفحيحيل 4 أهداف مقابل هدف واحد. قلت لك واحد من جديد تبارك الرحمن وما شاء الله محمود زعترة. محمود زعترة أول مباراة وهاتريك تبارك الرحمن. الحمد لله رب العالمين. مباراة اليوم مريحة كنا. لا والله ما في شيء مريح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نقاط 3 يعني مهمة في مجموعة صعبة صراحة. بشك. وما في شك بداية المباراة يعني كان فيه عدم انسجام خط الدفاع خصوصا أن يعني كل مباراة نفقد عنصر أو عنصرين يعني من اللاعبين. يمكن مباراة القادسية المجمد وغازي القهيدي اليوم علي نادر والرياحي يمكن حطينا بالدفاع يمكن ما في تركيز. سجل الفحيحيل الهدف الأول علينا وكان يعني الفحيحيل نت قوي. لاعبنا الأردني يمكن محمود زعتر أول مشاركة له أمس أول تمرين يعني الانسجام بينه وبين عدي كتقارب الجنسية وعارفين بعض من قبل خليناهم يلعبون جنب بعض يعني والحمد لله يعني أدى يعني الشوط الأول كان يعني
متحرك لكن أضاع فرصتين وسجل الفرصة الثالثة. الشوط الثاني طبعا الكلام شوي بيننا وبين اللاعبين يعني بطولة مهمة ونسبة يعني تحقيق البطولة في المتناول 100% لأنها ما بدت البطولة فلازم يعني نحقق الثلاث نقاط. ما قصروا اللاعبين يمكن أداء كان يعني بطولي الشوط الثاني خصوصا من عدي وفيصل ومحمود وبعد نزول السماج واللاعبين اللي هم فواز الهويدي أداءهم يعني كان واضح الرغبة في التسجيل. توفق محمود اليوم سجل عدي طبعا سجل هدف التقدم 2-1 هدف جميل ومحمود سجل الثالث والرابع يعني بشكل يعني يعطيك اللمسة الأخيرة للمهاجم اللي هدف برجل اليمين وهدف برجل الشمال وهدف بالرأس ما شاء الله تبارك الله. نتوقع إن شاء الله له يعني القادم الأيام مع الانسجام راح يؤدي يعني أفضل. لكن قبل هذا كله بو يعني أنا عندي رسالتين للاعبين وللإدارة. طبعا الإدارة على رأسهم الشيخ تركي محمد البريتشي بدر الخالدي يمكن قاموا في الفترة القصيرة هذه كانوا مؤديني بلاعبين محترفين وقاموا يعني بالتزاماتهم المادية والمعنوية على الفريق وأثمر يعني عنها أول صفقاتنا محمود وإن شاء الله خلال اليومين القادمين إن شاء الله بعد في صفقة أردنية إن شاء الله ثالثة راح نكمل فيها عقد المحترفين. الشغلة الثانية صفقة أردنية بإذن الله. لأن عمر العيسى يقول بطلال أسأل دهليس من النشمي القادم حنا شوف يقولون عنه لاعب سوبر. احنا لاعبين اول شيء كلهم نشامه وكلهم رجال قد المسؤوليه ولا يهون الكل. ضفنا لهم طبعا النشامه عدي من سنين تعرفونه احمد محمود زعتره وان شاء الله فيه صالح راتب ان شاء الله القادم الجديد صالح وعندنا راتب. الرياحي مواليد الكويت هم مركزه وين مركزه لاعب نص على اساس ما تضيع مني الرساله الثانيه بس الرساله الثانيه للاعبين يمكن اليوم انا بدر السماج قيمة كبيرة كلاعب يعني قيادي في نص الملعب. أنا فقدت اليوم فهد المجمد كقائد الدفاع لكن اليوم أنا ريحت بدر السماج وهذه رسالة للاعبين اللي شاركوا. أول شيء المثال الحي قيمة بدر السماج الفنية والتكتيكية داخل الملعب. انضباط بدر السماج لما يقعد على الخط وينزل ويعطي الإضافة للفريق يعطي الإضافة أهم شيء يعني اللاعب البديل لما ينزل هذه مسؤولية كبيرة على فواز على الهويدي على عمر مسبحي على النهام اللاعبين الصغار اللي يكونون مثلا بالدكة أو ينزلون. هذا لاعب قيمة بدر السماج وخبرة بدر السماج في نادي السالمية شوفوا عطاء لما نزل. فلازم أطلب منكم عمل كبير والتبديل اللي بدلته اليوم حق فواز العتيبي فواز لاعب واعد وأتوقع يعني ظهور بأفضل من المستويات اللي قدمها لكن المجهود الكبير اللي قام فيه يمكن مباراة القادسية ما طلعت ما استبدلت مباراة القادسية سواء بالدفاع أو الهجوم بين عليه اليوم بالنواحي البدنية أنه ما قدر يكمل المباراة. علشان كذي أنا استعنت في بدر وبدر الحمد لله يعني قدم الإضافة مع أخوان اللاعبين. يمكن الشيء الملفت يعني إصابة عدي يعني أذعرتنا شوي وخفنا عليه. لا الحمد لله تكلمت قبل الحلقة يعني الحمد لله أمور طيبة وما في إلا العافية. بس نحتاج متخصصين في الأمور هذه لأن أنا دخلت الملعب أنا خفت أنه بالع لسانه صراحة. أجر وعافية بس أرجع مرة ثانية للمشاهد الكريم خصنا بالخبر اللي خصيتنا فيه في برنامج بين الشوطين من اللاعب الأردني القادم صالح راتب لاعب وسط ولاعب فنان إن شاء الله يعني يكون إضافة لنادي السالمية بإذن الله. بيك أبو علي بس أنا ما لوم طلال برجس وفريق الفندي اللي سوون هذا التقرير وكأنهم يشعرون أن الأحبة الأشقاء في الأردن سيكونون أيضا بوفرة تلاعبين مع نادي السالمية. القطامي شكرا إدارة السالمية على المحترف زعتر وشكرا المدرب دهليس لقراءته لمباراة منير ومنير يا رب تكون رجعت بالسلامة. يقول الملاحظ بأن زعتر سجل أهداف بكل المهارات القدم والرأس مع الاستحواذ والمراوغة. بسأل الكباتن بداية مع محمد كرم لكن بعد هذا الفاصل. أقول لك أنت شلون محافظ على لياقتك كذي؟ والله ماكو شوية كارديو وأنتي؟ أنا أسوي ديتوكس.
عموما انا وايد تاخرت لازم امشي عندي زوار اليوم. زين ما راح نشوفك بعدين؟ ما اتوقع نخليها مره ثانيه. ويلكم باك فوز. هذا هو الديتوكس. على هذا الكارديو. حلاوة الحياة باختياراتها. سبوي لك على كيفك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نرحب فيكم من جديد مشاهدي الكرام. بعد هذا الفاصل كنا نحكي عن مباراة السالمية اللي فاز فيها الفحيل بربة داخل مقابل هدف واحد، وقلت إن التعليق راح يكون عند الكابتن محمد كرم بشكل عام، محترف لأول مرة يخوض التجربة تبارك الرحمن ويقدم مستوى جيد وثلاثة أهداف. لا احنا حتى بطلال من اللمسات اللي شفناه وهذا يبين لاعب عنده تكنيك وعنده مهارات، يعني أمانة راح يخدم. أنا أعتقد أنه وجهة نظري اللي أشوفها المتواضع أنه راح يخدم الفريق، راح لأن في بعض الأحيان تحتاج طبعا كرة القدم لعبة جماعية، تحتاج اللعب الجماعي وشيء مهم اللعب الجماعي، لكن في بعض الأحيان تحتاج الحلول الفردية، تحتاج أن لاعب يكون عنده مهارات عنده تكنيك يخدم تكتيك الفريق. فأعتقد أنه شيء أنا أعتقد أنه راح يفيد أحمد يعني والفريق وايد. بروح حق أحمد بس صالح الحسن يقول زعتر الخطيب جهاد الحسين السومة خير دليل على نجاح اللاعب العربي، لماذا نكابر ونبحث عن إنصاف اللاعبين الغير عرب؟ منير يمسي عليكم من جديد. منير طبعا من المتابعين الراقين لبرنامج بين الشوطين، يقول أنا ما زلت حاليا في الأردن، إن كان لكم خاطر بعد بلاعبين الأردن هو موجود. بيض الله وجهه، إن شاء الله نستعين فيه. أحمد جاسم، السالمية اليوم مع الفحيل، أنت أكيد كنت في مباراة العرب، لكن أنا أتكلم أيضا على جزئية، أنا ما أحرص سيديو تحليلي، لكن أتكلم على يعني يشكر أبو أحمد اليوم محمد الدهليز. يعني لا تبوقها مني، الله يخليك. يلا تفضل. أنا يمكن في الحلقة اللي طافت جمعتني مع أبو أحمد مو انتقدنا، لكن تكلمنا في أمور يمكن أساسية في أشياء معينة، ويمكن فهموها الناس ان انتقاد يعني انتقاد شخصي. انا اليوم اثني على ابو احمد اختيار اللاعب الممتاز محمود زعترة والفريق نادي السالمية اللي قاعد يؤدي. انتقادنا احنا دائما يكون فقط في مباراة معينة، مو كشغل دائم. ابو احمد ونعم فيه ونمدحه قدام الناس وما قصر، بيض الله وجهك على هالفريق واللي قدموه اليوم وعلى هالمحترف اللي انا تحت الهواء قلت لي انا شفته واخترته، فهذا اختيار جدا يعني اعتقد من افضل المحترفين في الايام القادمه ان شاء الله بدون اي بدون شيء. بس تبادلونا كيتا بتعطينا زعتر تستاهل. ها هون كيتا؟ لا لا ما هونت. هون كيتا؟ لا ان شاء الله ناخذ زعتر وترد لك كيتا. لا لا كيتا خله شوي، كيتا اليوم ما قصر. يعني عندك لونين. جابر زكي والله بطلال، شوف انا يمكن اختلف مره. اوه اي نعم، أنا دائما أقول اللاعب المحترف تبي تعرف إنه لاعب زين ضد الفرق الكبيرة. أنا لما أجيب محترف إذا ما يقدر يجاب الفرق الكبيرة ويسوي لي فارق هذا ما هو محترف. إذا وين أعطاك اليوم لمحة عنه؟ ما لا نختلف. لا احنا نتكلم عن مهارات الفردية. ما نختلف هذا يعني أنا مهارات فردية. اللاعب يعني قبل لا تيجي احنا داشين على اللاعب، لاعب يعني جودته زينة. أي نعم بالأردن لاعب معروف. أي بس. ومتكلمين عنه، لكن أنا قاعد أقول لك انت ودك باللاعب المباريات الكبيره، هني اللاعب يبين جوده اللاعب. انا دائما اقول مع الانديه الكبيره جوده اللاعب تبين مع الانديه الكبيره. يعني لما يصير جبيله الكويت مثلا القادسيه العربي كاظمه هالاسماء ممكن تقيم هذا المهاجم. اتفق هني اعطيك الراي ابو احمد. شوف يعني يمكن صح هو يعمل فرق في المباريات الكبيره، دائما احنا نتكلم على اللاعب الزين دائما يبين بالمباراه الكبيره المباراه الحاسمه، لكن كأنا برأيي أن اللاعب تشوفه من لمسته تعرف من وقفته، حتى بالقول الثالث أنا لاحظت شلون الحركة اللاعب أعطاك انطباع أنه أمس واصل وتمرن تمرين واحد ويعطيك هالشيء هذا، يبقى أنا برأيي أنه أكيد راح يكون مفيد للكرة الكويتية ونادي السالمية بالأخص. لكن سؤال حتى مهم، حتى النقطة اللي تكلم فيها أبو أحمد ان هي خطوه، وحتى كاظمه العربي الكويت ترى المجموعه هي صعبه، وخلال شهر راح تلعب يعني كم ست مباريات، فهي خطوه نفرح مجرد الفرح للمباراه هذه
وما لازم انك تخسر اي نقطه اذا كنت بتوصل للهدف قبل النهائي. سالمية قاعد يمر في امور طيبه وانا اثنيت وما بزيد على كلام الاخوان، لكنه قاعد يسوي الخلط بين اللاعب الصغير، اللاعب الصغير الموهوب. مشكلتنا احنا في رياضتنا انه من يطلع لاعب صغير نحمل الفريق، وهذا غلط. لازم يلقى وياه ناس، ولما يلقى وياه السماج، يلقى وياه عدي، يلقى وياه مثل المحترف الجديد، اتوقع ان اللاعب الصغير هم راح يكون عنده ثقه كبيره. قبل اروح حق جمال بشكل سريع، بس بشكل سريع، ان في المباريات الكبيره صعب انك تعتمد على لاعب واحد انه ينهي لك المباراه، لابد انه يكون الفريق ككل يعطيك الاداء يعني في الملعب على اساس الفوز. يعني باختصار كلام جابر مو معادل. لا كلام جابر والكابتن تاج على راسي. لا بس لا مستحيل. لا اتكلم عن رايه، ما اتكلم عن شخصه، شخصه والله لا 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 بس نادر. لا انا اتكلم انه كرؤيه داخل الملعب، لاعب واحد ما راح يفوزني. يعني حتى لو كان مستوى سوبر في الملعب، اذا ما كان 11 لاعب في المباراه يؤدون المباراه للفوز ما راح افوز. أنا 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 دش على كلام أحمد. أنا مدرب الفريق وعايشت الوضع. أنا أعاني صراحة، أكلمك جد، لما ألعب ويا الفرق يعني اللي أقل مني تقريبا، ما أقول لك فرق ضعيفة لكن أقل مني، أعاني بالناحية الهجومية. واليوم محمود يمكن أضاف لنا إضافة للمسة الأخيرة مساعدة زملاء صراحة، الكل كان يخدمه، يحاول يخدمه أو يبرزه. المباريات الكبيرة يمكن احنا ما خسرنا من الفرق الكبيرة ما عدا مباراة القادسية قبل النهائي. المباريات الكبيرة مثل ما قال، إذا لاعب واحد بيكسبني صعبة هذه، لأن أنا أعرف لاعبيني في المباريات الكبيرة كلهم راح يكونون حاضرين إن شاء الله. جميل لك، عشان أروح حق مباراة العربي، بس أخونا العزيز والغالي سامي الخالدي يقول لي أنا مع أخوي جابر المحترف، نعرف مستواه مع الفرق الكبيرة مع احترامي للفحيل. أخونا سامي الخالدي. جمال، احنا شوف، انا بتكلم عن النقطه اللي قالها الكابتن جابر، انا معاه، بس احنا نتكلم عن امكانيات اللاعب باول مباراه. يعني امكانياته، يعني الصراحه الكل يعني شاف اللاعب شلون مهاراته واحد ضد واحد، شلون تحرك بالبوكس، تحرك بدون كره، الهدف اللي سجله الثالث شلون كانوا محاوطين لاعبين في حيل، شلون رفع راسه حطها بالزاويه. يعني جميع الامكانيات هذا اللاعب موجوده فيه، بس ناقصه المباراه الكبيره ان نشوفها والكل يحكم عليه. بعد مو مباراه كبيره على طول، لا، بعد اربع خمس مباريات تشوف اللاعب زياده يعطيك اكثر. وانا صراحه احب اشيد بالكابتن دهليس، ان الكابتن هو اللي كابتن ظاهر عدواني اللي لعبوا الناشئين الموسم هذا بالذات، اكثر من خمس او ست لاعبين مميزين بني على الموسم. الشمري يقول السلام عليكم اخوي نادر. اخوي جابر الزنكي كلامه صحيح، وثانيا هي توافيج مثل عائشه ما برز مع القادسيه والسلبه بينت مواريه. لكن اخونا ناصر يقول وكأن زعترة يلعب معكم منذ فترة، الانسجام اللي شفناه كأنه يلعب معكم منذ فترة. شوف صراحة الأمانة، يعني أمس سوينا بعض التمارين عشان نشوف اللاعب، وأنا وصيت يمكن فيصل عدي يعني وحتى فواز العتيبي أنه يعني أقرب لاعبين للمهاجم. قلت يا جماعة هذا مهاجم محتاج أن نساعده، فكثروا الكور عليه، يعني الباصات والتمرير، حاولوا تخدمونه، خلنا نشوف إبراز يعطينا اللي عنده. الانطباع جيد، يعني الولد ترى روحه زينة وأخلاقه عالية، يعني ودائما ترى اللاعبين الأردنيين يعني نشامة بطبعه ويدشون بسرعة. وجود عدي بعد ساعد، وجود عدي أكيد، وجود عدي أنا خلاه ينسجم، لكن الفترة محتاج الولد فترة معانا يتمرن وينسجم حتى يعرف كل المجموعة اللي تشارك معه بعد موقع النادي. وفعلا يعني ما ترى حتى المباراة الجاية لو ما يسوي شيء أو اللي وراها حنا راح نصبر عليه، وإن شاء الله راح يطلع كل الإمكانيات. قلت لك للسالمية هارد لك للفحيل. المباراة الثانية اللي تألق وتعملق فريق كاظمة فيها وفاز على العربي بجدارة واستحقاق 3-0، مع أن العربي هو اللي كان متقدم بهدف دون رد. تقرير منه يا طلال عندنا؟ والله والنعم. إبراهيم عقيل راح يلخص لنا في تقرير المميز لقاء كاظمة والعربي. قمة المجموعة الثانية من بطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد كاظمة، الذي يسعى بالاستمرار بتقديم الأداء الإيجابي، والعربي الذي دعم صفوفه بكوكبة من اللاعبين المحترفين والمحليين، وجها لوجه على استاد محمد الحمد بنادي القادسية. الرقيعي يحاول تهديد المرمى في الربع الأول من زمن المباراة، ولكن كرته بأحضان القلاف
وفابيانو كاد أن يصطاد المرمى، ولكن كرته مرت بسلام واستفزت المارد الأخضر ليرسل محمد فريح كرة طولية للتونسي أمين الشرميطي الذي انفرد بشاب كنكوني مسجلا هدف العربي الأول على مرتين. الرد الكظماوي كان سريعا، ولكن حميد القلاف يتصدى وأليكس ليما أيضا يحاول، ولكن الكرة لم تجد إلا أحضان القلاف، وقبل النهاية كاد الكظماوية أن يعدل النتيجة، ولكن الكرة مرت من الجميع لينتهي الشوط الأول بتقدم العربي بهدف نظيف. انطلاق الشوط الثاني، ومع الانطلاقة علي مقصيد يحاول، ولكن شهاب كنكوني يبعدها ليستمر الهدوء وينحسر اللعب في وسط الملعب. كيتا يمرر كرة جميلة لبدر طارق الذي لم يوفق في إسكانها بالشباك، وفي قفلة من الجميع باتريك فابيانو يفك شفرة القلاف بتسجيله هدف التعادل لكاظما. وفي ظل انشغال مودراج بتبديلاته المتأخرة، ناصر الفرج ينطلق من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية سكنت شباك حميد القلاف، ومع الاقتراب من نهاية الوقت الأصلي للمباراة باتريك فابيانو ينطلق ويسدد، ولكن حميد القلاف ينقذ العربي من هدف ثالث، ولكن فابيانو كان مصرا على التسجيل ليكون له ما أراد عندما أطلق رصاصة الرحمة في نعش العرباوية مسجلا الهدف الثالث لكاظما. بارك حق جماهير نادي كاظما ولاعبين على الأداء الرجولي هذا، كنا محتاجينه من زمان، يعني ما فزنا على فرق كبار، يعني كنا قاعد نخسر نقاط بالدوري سهلة. إن شاء الله تكون هذه يعني بداية خير علينا بهالبطولة، وإحنا إن شاء الله بكأس تمير إن شاء الله طموحنا نوصل للنهائي. قراءتنا بالشوط الأول كانت جيدة، دليل وصولنا للمرمى. الشوط الثاني عملنا تغييرات، وهذه هي تقول تقيم المدرب فيها، خروج حمد حربي مشارك لعب مع شاكر كوسط ارتكاز، دخول ناصر فرج فريش مهاجم يعني يعتبر وينجز سريع، ويوسف ناصر كراس حربة ثاني مع باتريك وضفيري في جهة اليسار. هذا اللي عملناه في الشوط الثاني ونجحنا فيه، سوينا قوة هجومية، نهاجم في خمسة وندافع في خمسة، الحمد لله على كل حال. كاظما يحول خسارته بالشوط الأول بهدف نظيف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب العربي، ويظفر بأول ثلاث نقاط له ضمن منافسات المجموعة الثانية للأدوار التمهيدية لبطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، من استاد محمد الحمد بنادي الغدسية الرياضي، إبراهيم عقيل لبرنامج بين الشوطين. من جديد رحب فيكم، بس عسى ما شاء الله ابراهيم عقيل شيك متضايق طلال، ايش فيه عسى مضايقين بشيء؟ ارباوي ما ادري، ارباوي قاعد يقرا تقرير ما ادري والله، متضايق زعلان ابراهيم، شغلك رائع بس ولا ابتسامه، متضايق من شيء؟ رائد الحسن يقول خساره العربي ممكن تعويضه، ولكن اتمنى لا تتكرر اخطاء المدرب في مباريات الدوري. الحمد لله على سلامه صباح عبد الله والشيخ طلال. ضاري يقول منور من جميع شباب موريد، خسارة العربي يتحملها المدرب، واسأل محمد كرم شنو الغلطات اللي صارت في المباراة، ويستهلون كاظم بجدارة وهارد لك العربي. يوسف سبب هزيمة العربي اليوم مع كاظم مدرب ولا غير المدرب، وذلك لعدم تغيير بعض اللاعبين في بداية الشوط الثاني على الأقل وحسافة. راشد يقول إذا كان المدرب أخطأ وما أجر تغيير وهو مضغوط من كاظم، مساعد المدرب شنو دوره؟ مدير الفريق شنو دوره؟ مساعد الفريق ليش جالسين بالاحتياط؟ نعم تفضل.
شوف مساعد المدرب الحين بتكلم عليه بس مو بس على 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 شنو دوره مساعد المدرب ما ادري فهمه المفروض ان شاء الله اداره الفريق والجميع يفهم المدرب انه كل مباراه ترى بلاعب مع احترامي حق الساحل والانديه الفرق الصغيره على الانجازات تتكلم ما نقول هم كبار عشان لا نتكلم يعني بلاعب الساحل نفس بلاعب الكويت نفس التكتيك نفس الطريقه نفسها لا لازم يفهمون هالشيء تعال بتلاعب الكويت غير تلاعب لا انا ما اقول لك تستهتر هذا لكن انت بتلعب نفس الاسلوب اللي بلاعب فيه مثل المباراه الاخيره برقان بتلعب نفس اللاعبين نفس الاسلوب لا هذا مو صحيح لازم المدرب يفهم هالشيء واليوم عنده اخطاء واليوم الاخطاء اللي عندنا طبعا اخطاء جماعيه يعني كتكتيك واخطاء فرديه طبعا الاخطاء الفرديه قبل نتكلم مثلا عن الاخطاء التكتيك الاخطاء الجماعيه الاخطاء الجماعيه طبعا التكتيك يتحمل الجزء الاكبر من المدرب طبعا الاخطاء الفرديه يمكن بعض اللاعبين يتحملون اول شيء دفاعنا اليوم مفتوح يعني ما في غير التنظيم الدفاعي هذا طبعا شيء مهم التنظيم الدفاعي يمكن شغل المدرب لكن تنظيم خط الدفاع كافراد يعني اليوم دفاعنا احنا لو مو على حميد القلاف اليوم وجود حميد القلاف كان علينا اكثر من 6-7 اقوال علينا اليوم انفرادات وامور كثيره فالاخطاء كثيره جماعيه وفرديه من ضمن التكتيك اللي اخطا فيه المدرب مع ان انا من داخل قلت انه الشوط الثاني يقرا المباراه صح. وفي بعض في المباراه السابقه لكن من الاخطاء انه في بعض اللاعبين يعني التكتيك الفردي بعض اللاعبين مثل محمد فريح اليوم ليش ما استغليته مثل في غلب الدفاع حتى لو بتريح مثل عمر الصانع تحط محمد فريح تستفيد من حمد العنزي بالهجوم عبد الرحمن باني عبد الرحمن باني يعني انت جايبين لك لاعبين وشارين لك ومعطين لك دافعين حاطين انت تحطهم في مباراه مهمه مثل هذه زين ابو علي السؤال اللي احد الاخوان ايضا يسالك ترى مشروع محمد كرم المدرب غابت عنه هذه إنه. الشغله لا لا جابر الزنكي مساعده ليش لا لا, لا لا لازم نبقى عدل واحنا صوافقه انا لازم بعض الاحيان احنا انا اشتغلت مساعد مدرب مع مدربين كبار بعض صحيح. الاحيان وهو انا افضل منه لكن تروح عليه بوقت المباراه اشياء تنبه يعني انا كذا مره مدربين انجليز بعد اللي ما يخلونا احد يتكلم يعصب وهذا بعدين اخر شيء يقول لي يو ار رايت يقول لي انت عدل كلامك صح صحيح صحيح يقول عدل يعني تروح عليه اشياء مو انت مو افضل منه لكن مساعد له لازم ينبهه بعدين انا يعني بشكر طبعا السيد جمال الكاظمي على اللاعب اللي جابنا مثل اللي هو اللي دفعنا مخالصه مع نادي السالميه جاب لنا كيتا صراحه لاعب لكن بتحط يعني اليوم بين كيتا له دور وخاصه المركز اللي لعب فيه اليوم شلون يقطع كره شلون يبتدي يصنع كره شلون يبدي هجمه فهذا اذا انت بتخليه بروحه كذي ما يساعد الفريق والمدرب ما يساعده بتكتيك مناسب ما راح يسوي لك شيء ابو يوسف يقول انا اشوف اصابه كيتا بالشوط الثاني اثرت على العربي ومبروك العوده الكاظمه احمد البسكي يقول خساره العربي اليوم راح توصلنا النهائي ونفوز بالكاس وذكروها وقايل ان شاء الله لازم يتعلمون من حمزه الشطي يقول جود لك كاظمه وهارد لك العربي صحيح اني حزين على الخساره يا ابو طلال ولكن حزني الاكبر لهذا الجمهور الكبير اللي خرج حزين هذا لك الكلام يا احمد ابيك ترد عليه لكن ابو ناصر يقول بعد ما يسلم عليكم اخوي نادر ردا على بعض المشككين ان نادي كاظم ما يلعب الا قدام القادسيه واكبر دليل اليوم فوزهم على نادي العربي ونادي العربي نادي كبير ابو عادل حمزه الشطي يقول لك ايه هو حزين على الخساره كون عرباوي لكن يقول لك حزنه الاكبر خروج هذا الجمهور بهذه الصوره انت اليوم كنت مع الجمهور احمد شوف يعني المؤلم يعني تشوف هالجماهير الكبيرة صراحة من بداية الدوري ما في حضور نفس جماهير العربي في الأخير تشوف أداء بعض اللاعبين المتواضع في المباريات يعني المفروض بعض اللاعبين في المباراة والمباريات العربي يكون عندهم يعني إصرار أكثر خاصة اللاعبين الصغار أنا أوجه كلامي هذا ورسائلي الحين دايركت لهم من غير أي مجاملة أنت لاعب زين وقاعد تلعب لشعار النادي العربي حط على نفسك واذبح نفسك في الملعب أنت مو جاي تلعب علشان نفسك أنت وراك جمهور وراك ناس ذبحت عمرها على النادي هذا ما يصير يا شباب الجمهور اللي اليوم حضر علشانكم برد وقاعدين ويهال وأطفال وبنات جايين عشان النادي العربي
لا حطوا ببالكم ان النادي اللي مو قد شعار النادي العربي يطلع، والله يطلع ترى ما همنا. احنا صلنا 16 سنه ندور لنا بطوله، نقعد 20 و30. حب العربي هني، حب العربي هني بروحك ولعبك في الملعب. لا تصيروا لي يعني، خلينا نكون واقعيين شوي. نادي احمد ليش القسوه هذه من مباراه واحده ما توفقوا فيها؟ لا مو مباراه واحده، احنا من بدايه الموسم ما قاعد نلعب. انا لا الروح مهمه، الروح مهمه. وحتى اليوم انا حتى في ملاحظات على المدرب من المباراه اللي قبل مباراه برقان، انت توقف 4 لاعبين ياخذون انذارات على اساس تريحهم في الدوري. مباراه برقان بغت تروح منك، هذه نظره مو فنيه ولا نظره اداريه. لابد ان نكون احنا شوي قد المسؤوليه ونتكلم في النقاط المهمه. اليوم المدرب اخطا، المدرب الشوط الثاني رتم النادي العربي نزل، الوسط تفكك، منظومه الدفاع الفريق ككل ما كانت متماسكه. الجيم الشوط الاول بين ان كاظمه في افضل حالاته، واللي يقرا المباريات عدل بيعرف ان الشوط الثاني مع الدكه اللي عند نادي كاظمه راح يكونون افضل. ومع الاسف ظل لاخر دقائق ولا اجرى تبديل، مع ان خط النص او خط الوسط كان متفكك. يا جماعه النادي العربي يحتاج، انا اقول ورد، الاداره ما قصرت الان، جابت لكم محترفين، الجماهير يا اللاعبين قاعد تحضر، لابد انه يكون في وقفه مع اللاعبين ويشدون على حيلهم. قولي جمال عشان اعطي حق ايضا حق فريق كاظمه اللي اليوم ايضا فاز. جمال انا اقول شوف، المشكله الجهاز الفني كبيره، لان الكل مشى وراء المحترفين اللي جابوهم نادي العربي، سواء المحترفين او اللاعبين المحليين. انت نقطه الضعف بنادي العربي قلب الدفاع. الجهاز الفني قاعد ينظر للجماهير النادي العربي، قاعد يبون مهاجم، يبون وسط من جد مثل كيتا وقعوا. انت لازم تجيب قلب دفاع تامن نفسك، بعدين يفكر بالمهاجمين. انت شو مسوي؟ جايب مهاجمين زينين ولاعبين وسط زينين، الاهداف اللي قاعد تجيك بسهوله بريحيه، الفريق الثاني قاعد يوصل عليك. على سبيل المثال هدف ناصر فرج، لاعب من نص الملعب منفرد، البذال قاعد يركض وراه يوخر وقف وريح وشاف الزاويه. اقول لك عطاه 1000 خيار، عطاه خيار يطوف الحارس، عطاه خيار يشوت، عطاه خيار يلعب باص. حتى كان يقعد يوقف على الكره يقول حق اي لاعب تعال مكاني. يعني مو معقوله نادي العربي بس قاعد يفكر الجهاز الفني قدام، ما قاعد يفكر باللي ورا. يعني انتم حرام فريق متصدر. بس جمال وقع مع موقع. ليش عدل وعدل؟ انا ليش مستعجل اجيب كيتا واللاعبين اللي يبوهم قبل قلب الدفاع؟ منو وين اهم مركز عندي بالفريق؟ قلب الدفاع اول شيء، امن نفسي. انت مو امن نفسك جمال، انت يا بونينو الحين. انا اول شيء انا القصد اني اجيب اول انتقالات اجيب المدافع، اول انتقالات ما افكر بلاعبين وسط لاعبين مهاجمين بعدين اجيب المدافع. وانت خاصه عندك مع منو بالبدايه؟ لاعب مع فريق كاظمه، فريق كاظمه مو مهين، وفريق كاظمه ترى انا لعب ضدهم وكاداري شفت فريق كاظمه. اخطر فريق تلعب وياه فريق بالكويت مع جمهور فريق كاظمه. وانا كنت اليوم مسولف بعد محل المباراه كاظمه، قلت لهم كاظمه اليوم راح يفوز على الجمهور هذا، كاظمه راح يفوز، راح تشوفون اليوم كاظمه اليوم احسن مباراه لهم بالموسم. وفعلا لعبوا اليوم مباراه كبيره. ايمن يقول احسن، قول لي قبل لا تروح حق ايمن اضيف على كلام احمد، الكلام اللي قاله صحيح، ترى عندنا لاعبين صغار صدقوني، ونصيحه لهم احنا كلاعبين عشان تكمل. مو كنا هذه اول مره يتوجهون كلامكم دايركت للاعبين؟ العاده للاداره مجلس اداره، لان اي لان العاده الهشام دايركت للاعبين، نروح لها دور. وبعدين شفت انا يعني شفنا بعض الاشياء مثل هيب بالاسم لمصلحته وانتقاد لمصلحته، بدر طارق من قبل لاعب قديم قبلك واخوك العود. انا قاعد اقول عمرك ما راح تصير لاعب اذا بهالطريقه هذه، لازم تحط بالك على نفسك تسمع، لا تقول ولا احد يقص عليك يقول لك ترى انت وصلت. اللي يقول لك انت وصلت قول لا عندي ان شاء الله احسن. انا اللي شفناه يعني بدر طارق ترى قاعد مستواه متذبذب، يعني يوم متذبذب، فلازم يحط باله على نفسه. واذا تبي توصل وتصير لاعب، ولا بدر طارق اللي يشيل العربي، ولا بدر طارق، جميع اللاعبين. يعني بدر جزء، لكن يعني انا احمل الجميع. لا بدر عنده امكانيات، عنده امكانيات تصير لاعب، بس بهالطريقه ما راح تصير لاعب. اسمع الكلام بيك ايمن. جابر انت ممكن ما تابعت المباراه بحكم عندكم مباراه. لا متابعها. تابعتها؟ اعتذر، تفضل حبيبي. شوف يعني في شغله اليوم انا شفتها غريبه. يعني المباريات اللي طافت دائما الورقه الرابحه حق نادي العربي الجيم الثاني كان احمد يونس.
لاعبكم السابق. اي نعم. في كل اللعبات من تشوف من يدش احمد يونس وضع فريق العربي كان تغير. اليوم احمد يونس ما هو ضمن ال 18. ما هو ضمن القائمه نهائيا. نهائيا. اي ما هو ضمن القائمه. فانا قاعد اقول لك لا لا ما في شيء. رد الشباب. عرفت؟ العربي كانوا يقولون انه ما يحتاجون لاعبين محليين. والدليل يعني انت لما تكون عندك لما يخيرونك مثل حمد امان مثل عزيز المشعان تقول لا انا ما احتاج اللاعبين الكويتيين، عندي اللاعبين وعندي لاعبين وعندي كل شيء. يعني اتجهت حق لاعبين اقل الجهاز الفني اقل من ومو قاعد يلعبون بنديتهم، يعني انا ما اقلل من اللاعبين لكن ما هم قاعد والدليل على ذلك حتى العربي انه مو قاعد يبدي فيهم. فامر محير يعني الشغله الموجوده في نادي العربي الامر محير، وانا دائما اقول العربي الخط الدفاع علامة استفهام كبيرة. عشان أعطي كاظمة حقهم، حسين تومان الشمري يقول سر في فوز كاظمة بالثلاثة عودة الروح، مبروك للكاظماوية وفالكم الكاس، ويقول يا رب. قد ساوي مدريدي يقول خسارة العربي السبب لعب ضد فريق منظم وقوي ومدرب ذكي في الشوط الثاني. خلني أضيف على القد ساوي المدريدي ان مو بس بالشوط الثاني رايه يقدر، اقول لك حتى من الشوط الاول ابو احمد مدرب كاظمه كان اذكى. كاظمه الشوط الاول على اقل تقدير كان ممكن يسجل هدفين في شوط المباراه الاول لولا حميد القلاف، لولا حميد القلاف وعدم توفيق وعدم التوفيق. فوز مستحب. شو اللي تغير يا ابو احمد؟ كلام يمكن لا انت كلامك بي عليه انت بس قول لي انت شو تغير في المباراه. خلينا نتكلم اول شيء، انا اقول نقطه مهمه وصلت الرساله ان ابو احمد اخوي اسعد البنوان قرر يصرف مكافاه حق اللاعبين على الاداء والفوز والاستمرار ان شاء الله بالنتائج الزينه. هذا واحد. دقيقه هذا وصل لك الخبر الحين؟ اي وصلني من ابو سيف حماد العجمي ونعم، وحتى عبد الله دويسان نزلها في ان السيد اسعد بنوان رئيس مجلس اداره نادي كاظم قرر صرف مكافآت فوز المباراه العربيه. احمد كريم احمد كريم يستاهلون فريق كاظم. لا يستاهلون متى ما شوف، دائما انا اقول اللاعب هو من ياتي بالفلوس. واحد اثنين طريق يعني الكلام الموجودين يعطيك ان كلهم تكلموا على ان العربي ما كان مستواه، تغييرات المدرب، وهذا في كرة القدم مهم انك تكون تواثق قبل المباراة، بس الاهم انك تكون داخل الملعب واثق من نفسك صح خلال المباراة، وهذا ما بين عليه فريق نادي كاظمة. شوف انت روح للروح تكتيك، شوف لا نخلط بين الكلام اللي اقوله، انه انا دائما العلاقة الشخصية عندي غير علاقة العمل. أنا انتقدت المدرب في مباراة اليرموك كل يومك انتقده. أنت ما انتقدت المدرب، أنت قلت أن اللاعبين أقوى من المدرب يا أبو أحمد. فعلاً فعلاً وأقولها. اليوم رد عليه قال ما عندي قوي، أنا حاط الاثنين احتياط واللي نزلتهم قلبوا لي نتيجة. صح أنا أقول لك إياها. التشكيلة نفسها هذه كانت تمشي قبل لعبة اليرموك. نفس التشكيلة وكانت تغييرات. شنو اللي يعدل الفريق؟ المنافسة. ناصر فرج شو اللي خلاه يصير زين؟ لأنها صارت منافسة، لازم تقاتل على مكانك. مشاري العازمي اليوم من أفضل المباريات اللي شفتها له. شو اللي يتغير؟ المنافسة، لازم تقاتل لمكانك، وهذا اللي كنت أنا طالب فيه. ويوسف ناصر هم بيرد مستواه. التكتيك الفريق، أنت تكلم أنا تكلمت مثلا على بداية الحلقات أول ما يتني بشهر 9 وشهر 10 تكلمت على لاعبين كانوا بارزين وخلال المعسكر عبدالله الضفير منهم فيصل دشتي. فيصل دشتي نطر لما جت الفرصه بنحد يعني نزل مستوى احمد عتيج، هي اخذ مكانه احمد عتيج على اساس بيلعب، لازم تصير منافسه صح على اساس قاتل. هني تي تلقى الفريق روحه حلوه والفريق، وانا اقول لك اياها انا وايد كلام جمال، كاظمه يتميز مع الفرق اللي عندها جمهور وتشوفه ما تتعب فيها كاداري انك تدق على اللاعب تقول له. لكن اليوم اللي شفناه كاظمه مو بس كنتيجه، جماعه اداء روح قتال. يوسف ناصر انا العاده اللي كنت اقوله اقولها له فرحه يوسف ناصر في قدام زمان صح. اليوم اشوفه لما كذي احنا ما تعودنا يوسف ناصر فترات من الفترات اللي طافت انه يمكن كان مو ما تدري من داخله، بس تشوفه حتى لو ما يسجل تشوفه فرحان، وهذا شيء انطباع يعطيك انه اللي داخل كاظمه اللي قاعد يصير كلامي. يمكن وانا لاني انا يدرون فيه محبتهم ممكن اكون قاسي عليهم، بس اذا كان اثر عليهم الكلام ترى هي مش شخصانيه، علاقته وياهم طيبه. يمكن انتقاد يمكن انتقاد احمد فاد الفريق حتى يعني ما اترك انا شد فيه وقلت تكلمت فيه، لكن وصلت الامر ان
وقلتها وانا ادري فيها وادري ومتاكد فيها وصارت فيها مشاكل، قلت انه ماكو وفاق بين الجهاز والاداره. اليوم شو اللي صار؟ اليوم اللي صار انعكاس على اللي صار، الغلط اللي صار تم تصحيحه. ولما تصحح ترى هذه خطوه، هذه خطوه، انت الحين هذه خطوه، بعد قدامك فرق. كاظمه فرض اسلوبه ونفسه ولا العربي كان سيء؟ لا كاظمه فرض اسلوبه وتكتيكه. أيوة. وانا قلت وقلتها هذا ابو احمد يشهد علي، نملك افضل عناصر، افضل عناصر لاعبين 10 سنوات يلعبون مع بعض، حافظين بعض من اعمارهم 12 سنه و15 سنه، هذا كل شيء واساس النادي. زياده عليهم عندك فابيانو من اميز المحترفين، ليما هم من الأميز، حتى شاكر، يعني حتى عندك المحترفين ياكي. في النقطة المهمة احنا دائما نقول كاظم متى ما صار لاعبين بيومهم صدقني ما حد يقدر عليهم. ببقى في هذا المباراة بس عندي فاصل وراح ابقى في هذه المباراة، لكن احمد العبيد يقول انا حزين جدا على خسارة العربي. احمد جاسم لاول مرة اشوفه معصب، متعود عليه بالابتسامة، لكن انا خليك ابتسامته وعصبيته، لكن احمد بفائدة تقول لي انا حزين جدا على خسارة العربي، عيني في عينك بقى. عطني فاصل. زين اقول لك، انت شلون محافظ على لياقتك كذي؟ والله ماكو شويه كارديو. وانت؟ انا اسوي ديتوكس. عموما انا وايد تاخرت، لازم امشي عندي زوار اليوم. زين ما راح نشوش بعدين؟ ما اتوقع، نخليها مره ثانيه. ويلكم باك سير. فوز، هذا هو الديتوكس. على هذا الكارديو. حلاوه الحياه باختياراتها. سبوي، لك على كيفك. نرحب فيكم من جديد. طلال يقول سبب خسارة العربي تضخيم الإعلام والإدارة لصفقة كيتا ونام اللاعبين بالعسل على أساس أنهم متعاقدين مع ميسي. خالد الشبري يقول كاظم ما شاء الله عادة مرة أخرى. يوسف يقول سؤال الكابتن الكبير دهليز، لو كنت مدرب العربي ما هي التغييرات اللي تعملها في الشوط الثاني؟ وتحياتي. محمد البكر يقول اليوم كاظم يذكرك في بدر حجي وأيمن الحسيني وفواز الخيت، ما شاء الله. ما بسألك لو كنت مدرب العربي لأن تحترم كل الزملاء، لكن أنا أتكلم عن مباراة كاظم والعربي اليوم. أنا بتكلم لك عن مباراة كاظم والعربي. صراحة كاظم اليوم أعطانا انطباع أنه مرشح الأول في هالمجموعة. المستوى اللي قدمه فريق كاظم اليوم ضد العربي، والعربي يمكن في آخر الجولات يقدم نتائج وأداء وتكتيك يعني عالي، لكن الانطباع اللي أعطاناه نادي كاظم اليوم مؤشر خطر للفرق المجموعة كلها، أن كاظم هو المرشح الأول. يعني ما شفنا الكويت في أي جولة يعني ما مريح الكويت، لكن الانطباع الأول كاظم المرشح الأول في هالمجموعة. ممكن سياسة منك تطفخ كاظم؟ لا لا لا, لا 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 أنا قاعد أسولف ويا أيمن قبل شوية تحت وأقول فريق يملك مهاجمين، يوسف ناصر، ناصر فرج ناصر، فابيانو، عبد الله الضفيري، الحبيتر، داوود، لاعب مشاري، طلال، ضيف عليهم يعني ما شاء الله تبارك الله، بس حط في الملعب ناس تركض وتأدي. فهذا المباراة اليوم يعني الكل يتكلم يقول العربي كاظمه فرض اسلوبه، كاظمه من اول دقيقه ضاغط، كاظمه قاعد يضيع فرص، واضح كاظمه انه بيسجل في اي لحظه من لحظات المباراه خصوصا الشوط الاول. الشوط الثاني الشيء الغريب ان الارتداد السريع خصوصا بعد نزول فرج كان خطر جدا على العربي، يعني ما تداركوا الامر هذا باغلاق المساحات على ناصر فرج، انطلاقه سريعه وتسجيل صحيح. هدف وصناعه شيء خطر صراحه. انا اقول كاظم خطر على العربي شوي. قول يا محمد. طبعا لما ايمن ينتقد طبعا احنا نقول نفس الكلام، الانتقاد للمصلحه، لا ليش يفكرون لا واحد ينتقد ضد ولا للمصلحه. الشغله الثانيه اقول للاعبي العربي والجهاز الفني والاداري والاداره العربي ان ترى هذه خسرنا جوله ما خسرنا بالضبط. كل شيء، فالحين رد اوراقنا وخسرت مباراه ماكو مشكله، وفي مجال الحين ترجع وهذه نقاط مجموعات يعني مو خروج المغلوب، ممكن ترد مره ثانيه، واقول العربي قادرين ان شاء الله يردون مره ثانيه. وطلال بالنسبه العربي بس انا يعني
أتوقع كيتا راح يكون الفرق في الأيام الجاية. بس الصبر ترى الانسجام يا جماعة ويا لاعبين. لا وزين اليوم اختيار العناصر من أفضل لاعبين من أفضل العناصر. أنا أتوقع كيتا يصنع الفرق في المباريات. جمال وجابر ما تحكي معك بشكل سريع. عبد اللطيف يقول سؤال محمد كرم بصراحة مقتنع بمستوى عبد الله الشمالي؟ الشمالي قاعد يأدي اليوم أدى مباراة قاعد يأدي دوره لأن كل واحد لدوره. كل واحد لدوره. عبد الله الشمالي لدور قاعد يقطع كرة ممتاز. أقل شيء قاعد يخرب الهجمة عليك. فهد الراشد يقول خوي نادر العربي هذا مستواه ما تغير بس ما لعب مع الفريق أو الفرق الكبيرة لعب مع كاظمة كشفة على حقيقته. مبروك كاظمة والكاس قد تساوي مع احترامي لكم. فلاح يقول صباحكم الله بالخير تفوق العربي بالثمانينات لأنه عنده دفاع ذباح واستمر لغاية نهاية جيل وسام حسين وطاح مستوى الفريق العربي قوته من دفاعه. عطني عن كاظمة يا جابر. والله بطلت شوف يعني كاظمة يمكن احنا قاعد نتكلم على ان خلينا كاظمة اليوم وهو الفريق اللي راح ياخذ البطولة وهو الفريق كاظمة هالفريق هذا صار لهم ثنتين مع المدرب هاللاعبين هالفريق هذا يمكن قبل ما نتكلم عن مباراة اليوم ما يخالف ما يخالف احنا 90 دقيقة كان يمكن قبل سنتين الفريق هذا نفس اللاعبين كانوا بيطيحون درجة ثانية. انا اللي بقول ان لاعبين كاظم اللي انا شفتهم اليوم في جمهور العب ما في جمهور انا ما العب والدليل على ذلك شوف النتائج اللي طافت المباريات اللي طافت شوفها مع الشباب شوفها مع اليرموك ما قلل من الفرق هذه من الشباب اليرموك لكن اي يعني إذا المباراة اللي ألعبها أنا من غير جمهور مستواي يكون متذبذب وهي مباراة أنا أنطر الفريق الجمهور عشان أقدم مستوى أنا أحمل اللاعبين الأمر هذا ما أحمل يعني إحنا يمكن في فترة كنا نتكلم على الجهاز الفني ولا الجهاز الإداري لكن أنا قاعد فريق كاظمة أعطيك إياها بالآخر عندك نفس طويل تأخذ بطولة ما عندك نفس طويل شغل بلعبه بلعبتين لا انت موجود تحت ما راح تكمل ان شاء الله. صحوه ايمن لك الرد بس باخذ راي جمال وقبل جمال محمد العوض يقول اقول لايمن الحسيني مشكله فريقكم يوم في القمه وعشرة في القاع يبدو ان محمد متوافق مع جابر الزنكي. جمال شوف طلال احنا العربي يوم فاز على فريق برغان 2-1 باخر دقيقه ما كان العربي مؤدي يعني كان حتى نادي برغان هو كان افضل بالمباراه يعني ما كنا متوقعين اليوم ان العربي بيطلع مستوى افضل من المباريات اللي طافت. انت شوف العربي شنو مع منو يعني صار اليوم نفس اللي صار فيه اليوم مع كاظمة مع منو مع الكويت اول ما مسك المدرب اللي فازوا فيها الكويت 2-1 كانت المباراه المفروض تنتهي 4-5 حق نادي الكويت. اليوم لعب نفس الطريقه اللي لعبها مع كل الفرق لعبها مع نادي كاظمة واليوم نادي كاظمة بافضل حالاته بغى ياخذ اليوم العربي 5-6 فريق يبين لك انه بالخط الخلفي ولا بالدفاع وكل الفريق غير منظم. كاظمة اليوم قلت لك لعب بروح لعب يبي المباراه وحتى اليوم يعني فرحه يوسف ناصر ولا ناصر فرج لما شفناه اللعبه اللي طافت يوم نزل سجل هدف ناصر فرج كان متضايق عادي عند الوضع اليوم يصنع ولا صاحبه يسجل وهو قاعد يركض اللي قلته حق ايمن افضليه كاظمة ولا سوء العرب اليوم؟ افضليه وسوء العربي من اخر 4 مباريات 5 مباريات العربي ما لعب مع فريق كبير لعب مع كل الفرق الصغيره وكلهم كانوا افضل منه بالمباراه. واحد من الاخوان قال ان الناس طارت في موضوع كيتا والاعلام ساهم في الموضوع. كيتا اليوم هو انا بالنسبه لي هو وعلي مقصيد والقلاف افضل 3 لاعبين بالملعب وافضل لاعب بالمباراه كيتا بالشوط الثاني. احنا لما نتكلم على موضوع كيتا لا كيتا يبي المجموعه اللي وياه تشتغل هم ما يبون كيتا بروحه يفوزهم هذا اللي ساعه نقوله اي ولا اللي قال احمد كيتا يشيل الفريق على ظهره لا كيتا بالعكس ياي المجموعه اللي وياه تشتغل بس كيتا انصدم من وضع العربي بعض اليوم ما كانوا زينين او المدرب الجهاز الفني انا احمل الجهاز الفني ما احمل اللاعبين واحمل بس البدالي بالهدف مال ناصر فرج حمله شو خلى اللاعب ياخذ راحته من نص الملعب للجول خلاه اني حمله بس اما كاظمة اليوم انا اتوقع كاظمة ما راح يلعب احسن من هاللعبه بس بوضح شيء بعيد عن هالجانب عشان اروح حق ايمن توضيح من اخونا خالد الفضلي ان البعض وحقهم اخواننا القادسيه يتساءلون يقول لك ليش الكويت ما لعب هذه الجوله القادسيه لعب امس وعنده نهائي يوم الاثنين كاس غالي على قلوبنا كاس سمو ولي العهد الايضاح اللي وصلنا من اخونا خالد الفضلي على النحو التالي موعد النهائي تنسيق بين الهيئة وبين ديوان سمو ولي العهد فهذا موعد محدد سلفا لكن القرعة هي من خدمت فريق الكويت كونه ما راح يلعب في الجولة الأولى من نهائي أو من بطولة كأس سمو الأمير والقادسية كان من ضمن اللي شاركون في الجولة
الأولى، لذلك اختار التنويه سبعة لأن احنا ايه مجموعته سبع فرق بالضبط ايه، فيطلع واحد باي اللي هو صار الكويت وهو اول. أسامة محمد عثمان يقول البطولة اللي قلب النتيجة روح وإصرار لاعبين كاظة وتكتيك المدرب وليس سوء فريق النادي العربي مع احترامي لهم. ردك على جابر وأيضا أخونا العوض اللي قال ترى فريقك يعني كاظمة نعم قدم مستوى رائع اليوم، لكن هذا مو مقياس، وأنا أخوك قدام جمهور أبدع وتألق، لا لا قدام فريق ما في جمهور أتذبذب. لا شوف أنا وضحتها، أنا قلت أسهل لك إداريا، أنا أقولها والأكثر الناس يعرفون خصوصا لما تكون أنت ما تملك قاعدة جماهيريا جماهيرية أن مباريات اللي يكون فيها الجمهور ما تتعب ويا اللاعب لأنه وده يلعب ويا الفرق القادسية العربي الكويت ستالمي الفرق اللي فيها تحس أنه فيها قوة فيها تشوف. لكن كلام أبو علي كلامه، وهذه يمكن رسالة للاعب للاعبين. حتى ذاك اليوم أنا ما نسيت، أنا اللي بعد المباراة ويا الكويت اللي جت التغريدة ولما حين يعني أنا وبعيد ومن سنة 2000 أنا مبطل، ولما الحين متضايق من الكلمة لما كتب بالتغريدة أن كاظم متى يفوز على الكويت، أتمنى أن اللاعبين يكملون المسيرة هذه خلاص، يعني الجيل هذا وصلتوا لمرحلة أنكم تستمرون، جت مباريات حلوة بهالموسم حتى مباراتنا ويا الكويت يا جماعة خلونا من لعبة اليرموك، لكن مباراة الكويت ترى الجيم الأول كان كاظم فيها زين، لكن الجيم الثاني إيه والتغييرات اللي صارت بلعبة اليرموك هي من عملت الضجة انها صارت مفاجأة. زين اذا كان كاظمة يلعب كل النتائج يعني متذبذب، ليش انت تفاجأ لما اليرموك يفوز عليه؟ صح انتم كلكم تفاجأتوا وقلتوا مفاجأة الجولة ان اليرموك فاز على كاظمة. اليرموك كان تعادل مع الكويت بالدوري بعد، خلنا اقول لا صح لا كل من تعادل مع الكويت المباراة هذه اللي صارت لها ضجة وجيت انا تكلمت فيها، بس كان في خطا مدرب ايمن اي تكلمنا اي يعني مو انت مستغرب ليش احنا لما نقول كاظم الذبذب لا مو بس انت الاعلام كله بنزعج لما يخسر لا 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 انا اقول لك اياها انه قال المفاجأة والدليل انه كان يمشي يعني عنده مباريات كلها ما انقلب الا القادسيه. ايمن اليرموك تعادل الكويت اول مباراه بالدوري وكاظمه لعب ويا اليرموك ناقص لاعب صلبوخ مطرود من الشوط الاول الجيم الثاني الجيم بدا الجيم الاول وكانت النتيجه 0-0 وادائهم ضد الكويت الشوط الاول يمكن ضيعوا اربع فرص اي اقول لك يعني فاعطيك مثال ان المباراه هذه مو هي يعني لا في مباريات حلوه حتى نهايه الموسم اللي طاف ترى غلبنا العربي هو لعب ونتيجه واحمد هو الكلام اللي قاعد يقال صحيح خلنا زين نعم. من يرد هني بهالحال لاعبين يعني انت ليش اليوم تلعب مباراه يعني حتى رساله اي تلعب مباراه يعني عندك امكانيات ليش ما تلعبها مع فريق ثاني هاي الفريق الصغير فريق الصغير انا الحين مثل البطل القادسيه العرب فريق كبير انا بفوز بالدوري شنو 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 استفيد من الدوري اذا اخذ ثلاث نقط من القادسيه وخسر ثلاث نقط من مثلا الفريق الصغير ما سويت شيء الدوري ما سويت شيء هالثلاث نقط هذه نفسها وهالثلاث لا لا احنا نتكلم عن امكانيات اي اقول لك احنا الانديه الصغيره الان قارنها بالانديه الكبيره لا لا مو ما في مجال انا اقول لك هو الحين كم اقتنعت فيه اليوم اقتنعت فيه كل الفريق زين اليوم كم امكانيات وعلي كاظم عنده افضل من اليوم زين افضل من اليوم ليش أفضل. ليش ما يلعب هذا يعني عنده زين انت قاعد تساعدني انا ما يخالف علي انا عندي المفاجاه احنا لما نتكلم مفاجاه احنا بالدوري احنا كانديه صغيره خلينا نكون واقعيين المفاجاه ناديين انك تفوز على الكويت وتفوز على القادسيه هذه احنا نعتبرها احنا مفاجاه اذا فزت على الكويت اي فريق او اي فريق فاز على القادسيه يعتبر مفاجاه عندي انا كالانديه الصغيره هنا نعم لا مع احترامي حق كاظمه مع احترامي حق السالميه مع احترامي حق العربي لا ما تعتبر مفاجاه لا بس ما يخالف ابو علي ما يخالف هذا رايك لا لا مرة على العربي لا لا متى فاز الشباب بغض النظر متى العربي فاز على الشباب صح قبل موسمين فايز الشباب قبل موسمين الموسم اللي طاف بس لا كلام لا لا احمد ما يخالف انا اتكلم قارن العربي معلش يعني انت كذي خذيت العربي وكاظمه مع احترامي يعني برايك يعني احترمه على العين والراس بس كاظمه الفريق الوحيد اللي في الكويت اذا لعب كره ما حد يقدر يصيده
لا القادسية لا الكويت لا ولا فريق. متى كان؟ لا 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 أحمد أحمد هذا قبل أيام أيمن الحين. لحظة شوي. كاظم عجزي ولا مرة لعب كرة بس. خامات لاعبين كاظمة جدا ممتازة اللعب الكرة تطلع نظيفة. متى يا كابتن؟ موجودين لا اليوم. لا ما يخالف أحمد. نفس اللاعبين قبل خطير عند الغذائي. أكيد. كابتن أحمد قبل لا يستلم أبو أحمد قبل لا يستلم أبو أحمد نادي السالمية. نادي السالمية السنة الثانية بيطيح درجة ثانية. كاظم طاح درجة ثانية لو مدرج. صح. يا جماعة لا 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 نبالغ حنا لا نبالغ الفرق هذه. والعربي أيضا العربي. العربي ما العربي ما متى كان مستواه إلى يعني كلام لا 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 لا. هو أتوافق ولا ضده بس. ما يخالف كلام أنا وافق أنا وافق. لا قول يا أحمد قول يا أحمد قول يا أحمد لا أنا كلام جابر عين الراس ورأيه واحترمه لكن. تقاعد لليوم. لا والله مو قاعد أخوي كبير ترى والله بس إحنا هني يا جماعة إحنا هني في البرنامج. كبير الكبر وأنت الكبر. بالقدر وبالعمر. إحنا في برنامج يعني أساس نتناقش مع بعض ولو اختلفنا يعني في الرأي فأنا صراحة مو دفاع عن أساس إني أنا العربي أنا بالنسبة لي المفاجآت كرة القدم تصير مع جميع الفرق لكن يضر العربي ترى يهيب الفرق معلش ما أنت ولا مو الشباب أي الفرق اللي تلعب ضد العرب والقادسية والكويت ولا السالمية اللي عندها الإمكانيات أنت توك الحين قبل شوي تقول إمكانيات الفرق صغيرة مو نفس إمكانيات الفرق والله الكبيرة. يا أحمد العربي نخاف من جمهورهم أكثر من لاعبينهم حتى شيء ثاني بس تظل تخاف تخاف لا هذا عربي أقول لك أخاف من جمهور أكثر من لاعبين تيشيرت العربي يخوف الجميع تيشيرت العربي تيشيرت العربي انا معاك لكن اتمنى اللاعبين العربي يقدرون هالتيشيرت بهالنقطه هو اول قصد من جابر يقول لك انا صح العربي فريق كبير وكاظم وهذا بس يقول لك المفوز انا عليهم عادي بس المفوز على القادسيه والكويت مفاجاه شوف شوف هذا هو اللي بوصلك هو يقيس على العشر سنوات اللي كان فيها مسيطر الكويت والقادسيه فيها 15 سنه 15 سنة 15 صاروا اي صاروا 16 بعد في من 2001 يبقى يعني انت المباراة اللي تصير بين الكويت والقادسية هي اللي تعطي الدوري لا بس الكويت لا. خسر الدوري من منو انقلب من خيطان كان مو قادر يبرر جمال لا انا جمال ليش مو دقيقة الربع جابر يقول لك جابر يقول لك انا اخاف من جمهور العربي اكثر من الفريق احمد يقول التيشيرت العربي هي بروحه يخرب انت وين من هالرايين شوف انا اقول لك فريق العربي هو اسم نادي العربي اسم كبير صراحه بس اما الفرق الصغيره تباري العربي تفوز مو مفاجاه لان فريق نادي العربي اكثر من 15 سنه فريق عادي صاير انت لعب قدام العربي كاداري وكلاعب فريق العربي ولا جمهوره اللي كان يخرعك بشوف جابر انا رده انا والله اسم نادي العربي هذا اسم نادي العربي ترى شوف ويما تصير مباراه القادسيه والعربي والقادسيه والكويت القادسية والعربي أهم هذا واقع صح. بس لما تقول لي أقوى فريقين 15-16 سنة الأخيرة القادسية والعربي العربي كان يخرع بلاعبينه ما كان قبل لا يجيب اللاعبين لا لا لا, لا 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 بسمة هني كان العربي بسمة أما بسمة العربي من قام ياخذ اللاعبين من النادي الفلاني والنادي الفلاني لا والله ما هو لا 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 بس في كلمة صح من كلامه العربي العربي يا جماعة بالكثير كان ياخذ لاعب يا صباح عبد الله يا نعم لاعب ياخذ لا لا ما ياخذ لاعب لا لا شوف هذا بالسابق خلينا نتكلم بالسابق كان ما في محترفين زين كان ما ياخذ لا خلينا اقول لك اقول لك يا جماعه قبل القادسيه بدايه التسعينات كلهم اتفق معك انا بطولات وقفوا ابو احمد النادي كاظمه ما كان ياخذ اقول لك اللي غاصني بالسابق ما في احتراف بالعربي اول فريق خذ لاعبين خذ سلامه هادي خذ ديلم خذ فلاح دبشه خذ عبد الله وبران يا ابو علي خلينا نكمل بتصير عدل لا خذ مالك قلاف اول نادي خذ اللاعبين وخذ فيهم بطولات ولاعبين مميزين صح انت الحين عايش بعالم الاحتراف انت ناشئين العربي من تحت 12 لا 19 وانت ترتيبهم العربي بالسنوات الاخيره خلي السنه هذه استثنائيه قام ينافس ما تصدر قام ينافس القادسيه ما خذ نواف الخالدي خذ ايش قاعد اقول لك لازم تاخذ لا بس في نقطه مهمه في نقطه مهمه عدل ان العربي ما يهتم المراحل السنية الحين تو مسك فالقبندي العربي أنا قاعد أقول لك العربي عندهم مواليد 2004 فريق 2004 عندهم فريق 2006 جابر الهيل المستقبل حق العربي ترى نادي الكويت ونادي القادسية قاعد ياخذ لكن في المقابل في لاعبين قاعد يطلع لك صح النادي العربي احنا ما طلع لنا لاعب يعني ودك تشوف بنادي العربي ماكو اهتمام تقول هذا اللاعب اللي يعني احنا متين تقول لي رضا هاني ما شاء الله عليه تبارك الله
تقول لي طلال جازر. لا هو شوف كلام ابو علي صح، ترى كره القدم كلها مفاجات خصوصا في المباريات هذه، لكن الكلام المنطق مال ابو علي ان الكويت والقادسيه مسيطرين طبعا يعني. لا لا ابو احمد لما ياخذ الدوري هذا السنه والسنه هذه ياخذ يعني يتنافسون على الدوري، ما حد يدش بينهم علشان يصير يعني خصم ثالث، فلما تفوز عليهم انت يعني فريق مثلا تكون تحت اكيد انها مفاجاه. ما يقول لك في المباراه الثانيه مفاجاه. سامي العبيد يقول الله يسامح اللي خلى جابر زنك يقول ان الفوز على العربي مفاجاه وشيء عادي، الله يسامح اللي عادل توصل. بوضاحي يقول كلام جابر الزنكي عدل وانا عرباوي ومقتنع فيه جدا. احمد بروح تقرير قول لي. لا لا عدل، لان الاداره خلوا الوضع كذي والاداره السابقه هذا اللي يمكن يصير ابو هادي، واللاعبين اذا يرضون على نفسهم ويرضون على العربي خلي الكلام عدل. هذه وانا ايش قلت انت ما شوف شوف التصريح التصريح الاحسن والايجابي وكل شيء انك ما ترد بالكلام، ترد بالملعب صح. هذا الافضل لان 70% بريل اللاعب و30 كجهاز اداري وفريق. خلاص بس خلصت راحت خلاص راحت اي راحت. احنا نقول ما بيقول بعد شيء، احنا نقول ما بيقول شيء. انت خاف جابر بعد؟ لا يا كابتن لا تعلم منك. شوف العربي يحيي البرنامج، اسم العربي حتى يحيي البرنامج، يعني يعطيك يعطيك في جو. انا فايز واحد اثنين يا جني، مغلوبين يا ابن الاثنين واحمد وجابر مرضو وياي. اهم شيء لا نخسر اللاعبين الصغار، لان عندنا الصراحه شوف ايمن خالد خلينا نكمل ايمن عندنا جرح ويداوي عندنا وفره لاعبين والله صغار. انا بمشي على فريق السالميه، انا مذاكر العربي ولا كاظمه يعني. عندهم ما شاء الله محمد الهويدي لاعب مميز، وعندهم فواز العتيبي مواليد 2000 ما شاء الله، قام عندهم افضل لاعب هذا الموسم الفنيني سعد فؤاد. خلينا نكمل خلينا نكمل طال عمرك. ونروح حق طبعا العربي نايف زويد. العربي عندكم بعد بدر طارق اللي غسيتوا عليه، هذا الصراحه لاعب مستقبل على نفسه الكره الكويتيه. اخر واحد مدحته بالسالميه الناشئ منو؟ نايف زويد. سعد فؤاد ما اعرفه ما اعرفه ما اعرفه. سعد فؤاد ما اعرفه مرعوب ما اعرفه ما اعرفه. افضل لاعب افضل لاعب افضل لاعب هذا الموسم بالسالميه. انزين ابو علي جابر زنكي يضحك وحقه يضحك، مو بس على الكلام لا، ان فريق اليوم فايز فايز على النصر، فريق النصر المتطور في هذا الموسم. مفاجاه ولا مفاجاه؟ لا انشلخ الحين. فوز الشباب هل هو مفاجاه على النصر هذا الموسم ولا مو مفاجاه؟ تقرير عبد الله علوان. في أغلى الكؤوس النصر والشباب وجه لوجه، هذا اللقاء انتهى شبابيا بهدفين مقابل هدف. دعونا نرى أحداث المواجهة. طبعا هذه اول مباراه بكاس الامير، وتدري مجموعتنا صعبه، فيها تقريبا 5 لوائل المتصدرين في الدوري، ف يعني لازم تاخذ لك نقاط يعني بكل لعبه. فهذه اول 3 نقاط الحمد لله ضد النصر، والجايه ان شاء الله يوم السبت مع السالميه باذن الله نشد حيلنا، رتب اوراقنا وعوده المصابين كلهم
وان شاء الله حق اللعبات الجايه باذن الله. اول شيء تقدمنا 1-0 حق فريقنا وبعدين جابونا ان شاء الله الحمد لله يعني خلينا المباراه باخر دقائق وان شاء الله نستمر على هذا المستوى وان شاء الله نواجه الفرق الثانيه باحسن مستوى ان شاء الله. بعد هذا الفوز الشباب يحقق اول 3 نقاط له في انطلاق بطوله كأس سمو الامير. اشكر العزيز واشكر الاخوان في الكنترول اللي حايفيني وكل شوي يسالوني اذا تبي شيء. ابي سلامتكم وطوله عمركم. قبل الله ابارك لك مره ثانيه. تبي شاي؟ تبي شاي؟ وتي لا ما ابي شاي. اخونا فهد الاحمد ابو عبد الرحمن وهو مسوق لاعبين يقول لك كابتن ايمن ترى مع بونياك قبل موسمين العربي لعب ضد كاظم 5 مباريات وفاز فيها كلها بلاعبين اقل مستوى من الحاليين. شلون؟ لا العام انا بشهر 2 اللي طاف لما استلمنا يعني كملنا فزنا على العربي بالدوري. جميل 3-0 هي الرساله. جود لك جابر. متذبذب الشباب حبه فوق وحبه تحت. اليوم النصر مكتمل الصفوف. اي نعم. واستطاع الشباب بجدارة انه يفوز عليه. والله احنا شوف يعني مباراه اليوم يمكن قدموا فيها احنا نقول هارد لك حق لاعبين النصر اكيد حق الجهاز الفني والاداري. يمكن فريق النصر كل عارف قاعد يقدم مستوى ومصدر الدوري تقريبا اعتقد المركز الثاني ولا الثالث. لكن اللي اقول لك ابو طلال يعني احنا اليوم احنا يمكن لاعبين صغار قدمنا مستوى اعتقد هذا الطموح اللي احنا نبيه كنادي شباب. صحيح. واحنا متوقعين من اللعبه الجايه الوضع راح يختلف. واحب اعطيك معلومه طبعا. اللاعب اللي قول لاعب نادي العربي مواليد 96 بدر جمال حجي من افضل اللاعبين وانا اعتقد انه لاعب له مستقبلين. وشلون هادينا العربي؟ والله عاد شلون هادينا العربي؟ مشطوب والله مشطوب. لا مشطوب مو عاره مشطوب بعد؟ اي مشطوب. يلا احمد. مبارك للشباب مباراه جميله لكن نجم لمباراه اليوم حارس مرمى الشباب سليمان. اي نعم عبد الله اليوم عبد الله كان قدم مباراه كبيره صد ضربه الجزاء طلع كور خطره ما شاء الله عليه الله يوفقه. وايضا حتى احمد حارس مرمى النصر تصدى حق بعض الكور الخطره. حراس المرمى ما شاء الله اليوم مميزين. خليني اسالك ابو احمد مو على المباراه حارس مرمى حارس عباره ما بسالك عن المباراه قد تكون ممتعه لكن النصر يا اخوي يعني فاجئنا يقدم مستويات مميزه في الدوري وانت راجع في الفتره الاخيره نيف بطولات الكاس قاعد يقدم مستويات اقل تداخل المسابقات هي السبب ولا شنو وجهه نظرك ابو احمد؟ والله انا اتوقع ان تداخل المسابقات وتركيز النصر على الدوري بطوله الدوري يعني والاهداف اللي حطوها النصر يقول لك انا ما ابي مشاركات الكاس هذه اشارك فيها يعني مجرد تجهيز لاعبين. لكن انا برجع على كلام ابو علي يمكن الحلقه اللي طافت قال ابو علي يمكن بعد لعبه اليرموك راح تشوفون الشباب غير. وفعلا اليوم الشباب غير وهذا يعني ما ينقص من 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 فريق الشباب يمكن بالدوري فازوا عليكم النصر 2-1 باخر دقيقه اليوم رديتوا لهم الدين يمكن بالوقت الاضافي سجلتوا الفوز. مبارك لكم وان شاء الله اموركم تنزل بعد المباراه الجايه. جمال انا اقول نصر جاي يطبق مثل رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يقول لك انا بالكاس شيء طبيعي احنا كل 90% من الجمهور الكويتي يقول لك كاس الامير راح يصير تنافس بين العربي كاظمه سالميه والكويتي وش تلقات بالمجموعه قصدك مجموعه. برافو عليك برافو عليك زين يعني الشباب صدق انه فازوا هذا بس انا اقول حق كابتن جابر مستحيل عد فريقك اعداد حلو الكاس حق الدوري صراحه اساس الدوري درجتين فاتمنى يعني يا اخي جابر يعني ما يزعل هذه كلمه من واحد اقول لك اياها يعني انت وانت تدري ان المجموعه هذه اصعب فيها 4 فرق وهناك فريق القادسيه متاهل واللي يوصل اول بهالمجموعه يضمن يوصل نهائي. ايمن انا يعني ادري ان جابر يعني اول شيء مبروكين يا ابو علي ويتمناه انه بالدوري هالنتائج لأنها تعطيك 3 نقاط خصوصا بظل مجموعة قوية. لكن أنا ما أيد كلام أبو أحمد لأنه مو بداخل البطولات عدل إيه؟ لأن كأس الأمير الحين شهر كامل اللي قبل النهائي ويعني اللاعبين الكاملين الأساسية من لوت النصر أنا يمكن اليوم تفاجأ نادي الشباب كأداء ومثل ما قال أبو علي أن الشباب راح تشوفونه غير
وان شاء الله يعني اتمنى ان الكل يرتفع مستواه، خصوصا بعد ما فتح المجال ان اللاعبين مثل يتكلم على لاعب العربي لاعب تشوفه متالق يمكن ما يتالق بالعربي. هذه ميزه ابو علي الاختيار، لا حتى عنده محمد العطار لاعبنا، ايش اقول لك عمر ابو حمد عنده بعد الزنكي لاعبنا. هذه الميزه اللي قلناها ذاك اليوم انا ابو حمد تكلم عنها، تقليص 30 لاعب هذا. حتى احنا في لاعبين معارين من عندك. لا هو نادينا ابو احمد مشكله انه مو عاره يعطون يقطونهم شيء يوزعونهم. طلع عندكم خوش لاعب شارك كندري كنا الموسم الماضي صفقه كيتا راح الساميه. ظهر الجمهور العرباوي يبونك ابو علي، قريتها متى مباراتنا مع الشباب نبي نرد على جابر الزنكي بالملعب. احمد والله انا اقول حق احمد ان شاء الله التوقيف اول شيء ان شاء الله عشان نقدر نجيب حكام من برا حق مباراتنا مع العربي. زين حكام دقيقه قول لا اله الا الله وين مشعل عسعوسي؟ مشعل عسعوسي مشعل مشعل مادح الحكام. لا اليوم الطاقم تحكيم اليوم لا لا مطلع سلامي للجميع. لا تنسوا مستوى التحكيم اللي تطور بسبب انتقادنا البناء ومطالبتنا بخلق منافسة بين الحكام بعيد عن هذا معاي أو هذاك ضدي. مشعل عسعوسي يشيد الحكام. أنت تبي حكام من برا حق لعبتك العربي والشباب تبي حكام من برا؟ لا ما أتكلم على العرب والشباب لأن دائما أقول لك إحنا الفرق دائما يا جماعة لو تشوف المباريات أنا ما أتكلم عن الشباب، أنا أتكلم على الأندية كلها اللي حالها من حال الشباب. دائما يا جماعة في معاملة ثانية بالملعب، العالم تتكلم برا التلفزيون، لما تكون موجود تحت في معاملة ثانية تشوفها من الحكام. انت قاعد هني النادي الكبير قاعد مكانه يمين اي كلمك هني ما يحترمك هني عند ايمن عبود. خل اقول اول 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 حكام اول حكام الكويت كله يعني اجانب عرب ما نقول ما احنا قايلين الدوله يا كان العربي وما ادري مو قاعد فريق صغير مو قال مخيل شاف حق العربي مال القادسيه وقالوا له قالوا له وهذا فريق ظلمته تبي نادي كبير نادي صغير خلي نادي كبير بس بقوته طبعا بقوته ماني قايل ابو طلال الظاهر ابو علي ذهب الدواء قبل الفلعه تقعد اخونا داح الهاجر يمسي عليكم صبح عليكم بالخير. يقول جولة سماها جولة المحترفين، يقول مدحنا الهدافين المحليين وكلهم سجلوا، الظاهر اشتغلت الغيرة عندهم، يقصد المحترفين سيلفا في القادسية، فابيانو كاظمة، زعتروا وعدي في السالمية، كوليبالي في حيحيل، النصر محترفهم، ميدو في التضامن، الساحل البرازيلي والعربي شرميطي كلهم قلنا يا بداح. الظاهر جولة المحترفين الظاهر كذي. عموما هل لديك مقوال اخرى؟ شنو دخلت؟ شنو؟ لديك مقوال اخرى؟ عموما انا خل اتكلم عن لديك مقوال اخرى؟ لا لا الاخوان عندنا والله الربع شوية طلع كفاله عندنا والله داق علي واحد كنا بيقول لا اقصد الاخوان يا الخشتي طبعا العرباويه اشكرهم على الضيافه وان شاء الله يصبرون على النادي العربي ورسالة هم حبوا أن أوصلها لبين الشوطين. جابر اللي ودي أقوله ترى يا جماعة إحنا كلامنا ما نقلل من النادي العربي. والله الجمهور العرباوي يبيك كيفك. ما يخالف لكن نعلم الله إحنا ما نقلل. ويبيك أنت الثاني جماعة. ما نقلل والله من النادي العربي. النادي العربي يا جماعة كيان الواحد أنا واحد يعني الواحد يتمنى حتى عياله يكونوا نادي مثل النادي العربي. لكن إحنا نتمنى كنادي العربي إنه يراجعون. لا الانتقاد ساعات ايجابي ترى يعني في ناس اتفقت معاه وانت متفق معه في جوانب وفي ناس اتفقت وفي ناس اختلفت. جمال تقول كلمه كده ولا بتنهي؟ جوابي تاثر ان شاء الله ان شاء الله الانتقاد يفيد ان شاء الله الكاس ملكي اي كاس فيهم كاس اثنين طلع كاس الابيض ان شاء الله الكاس لهم حق والقادسيه لهم حق والعربي كاس العهد الجاي ان شاء الله وتغطيه مميزه ان شاء الله خلال الكويت اسوار اللي صار تخصص بعد الحين اللي حاب يتابع اعاده برنامج بين الشوطين ينزل تطبيق تيلي فيه كل اعادات برنامج بين الشوطين والعديد من البرامج اللي تخص تلفزيون الكويت. كانت هذه حلقتنا اليوم في بين الشوطين السبت باكر بنرتاح وإذا الله طال عمره وياكم يوم الأحد نلتقي فيكم مع السلامة.